تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مرحبا عزيزتي أعزائي أصدقائي الرياضيين، إلى لقاء إذاعي رياضي جديد على أثير إذاعتي MFM وبرنامجكم من الملاعب الرياضية. فريق العمل في خدمتكم بالاستوديو كالعادة زميلي الإعلامي عن القسم الرياضي عبد الرحيم فكر. عبد الرحيم مرحبا بك. أهلا وسهلا زميلي وأستاذي السي محمد أبو السال الطاقم التقني وكل مستمعي الأفياء. وفي عناوين حصة اليوم الفقرات التالية: كأس العالم لكرة الصالة أوزبكستان 2024، المنتخب الوطني المغربي في دور الثمن بفوزين على حساب طاجيكستان 4-2 وبنما 6-3، غدا الساعة 1:30 يواجه منتخب البرتغال. الأندية المغربية في المنافسات الإفريقية في كأس الكاف نهضة بركان أدى الواجب بالأمس وتأهل إلى دور المجموعات بالفوز على دادجي من البنية 5-0. اليوم الساعة 8 بالمركب الرياضي العربي الزاوية الرجاء الرياضي المغربي سامارتكس من غانا، غدا الساعة 7 ملعب مولاي الحسن الجيش الملكي المغربي والمريخ السوداني. في الدوري الاحترافي الأول الدورة الثالثة اتحاد تورقة والوداد، المغرب التطواني والمغرب فاس، التعادل في المباراتين بهدف لمثلي. مستمعاتي مستمعي الكرام، لحظات ونفتح الملف، ابقوا معنا. شكرا لاختياركم أثير إذاعة MFM. الرياضة على MFM 18 سنة دائما، هذا هو العمر ديال الرياضة في MFM منذ 2006 بنفس الحب وبنفس الصدق والمصداقية. مرحبا بكم، نحتضنكم بكل محبة. مرحبا. إلى مراكش صديقي المحجوب تيكي بحجوب الفتح السرغيني، فريق آخر، كاين جوج ديال الفرق في قلعة السرغنة، هناك الوداد وهناك الفتح. الفتح جدد التركيبة ديالو، جدد التشكيلة المسيرة ديالو، كاين جديد في هذا الفريق القادم. هذا واحد أيضا من الأحواض اللي كتجمع، أحواض تربوية اللي كتجمع اللاعبين وتجمع أيضا المبدعين إن شاء الله، هكذا باش يكون الشباب ديال قلعة السرغنة يلقى هاد الفرق. بالفعل أستاذ السي محمد أبو السال، بعد الوداد كاين الفتح الآن ديال السرغيني اللي كيمارس توا الأقسام ديال الهوات، فريق متجدد، فريق اللي فتح لواحد المجال للشباب ديال مدينة قلعة السرغنة للممارسة ديال كرة القدم، وكنعرفوا الشباب شغوف بكرة القدم والحضور الجماهيري ديالو كيكون قوي في الميادين ديالو. نقلنا مجموعة من المباريات من الملعب البلدي، وبالتالي كان الحضور قوي ديال الفريق ديال الجماهير وكديال اللاعبين وكديال المتتبعين مدينة قلعة السرغنة. نعم، هاد الفرق والرياضة كنلقاو على أن زميلنا الصحفي سلي حسن الأحمدي والعائلة ديالو العشق ديال المدينة ديالو، وهكذا أنه كتلقى منخرط في كل قضايا المدينة ديالو، خاصة في المجال الإبداعي والفني والرياضي، وكنشوفوا التظاهرات اللي كينظم تما، وثم أيضا العطف على هاد كرة القدم، كيحلم أن كرة القدم تكون متطورة أيضا في المدينة ديالو في قلعة السرغنة، كيف كيدعمها وطنيا. هاد الفتح السرغيني تيشوف فيه على أن أيضا واحد من فيه الأمل وفيه الطموح اللي غادي يكبر إن شاء الله. يا كبا محجوب. أكيد صديق محمد أبو السهل، تحية لك أولا والصديق عبد الرحيم فكير وكل مستمع راديو MFM. فبالفعل فريق الفتح السرغيني، الفريق هذا اللي تنشأ كيف قلنا يعني قبل من الوداد السرغيني تقريبا 1950، وتم يعني إيقاف هذا الفريق هذا اللي كان تحت مسمى آخر اللي هو في 1972-73، ومن بعد حيا الفريق هذا خلال 2001-2002. هذا الفريق هذا اللي يعني برئاسة رحال الرجل اللي قدم خدمات جليلة، وكيف قلت صديقنا الصحفي حسن الحمدي اللي مد لهم يد المساعدة لهذا الفريق هذا، اللي استطاعوا أنهم خلال هذه السنوات هذا أنهم يوصلوا القسم الثاني هو هذا الموسم هذا، وهذا الموسم هذا اللي كان فيه مجموعة ديال الأمور من أجل إعداد ديال الفريق الفتح السرغيني. كانت البداية بالجمع العام ديال الفريق اللي كان يوم 12 يوليوز 2024، هذا الجمع العام هذا اللي كان قدم فيه
المكتب المسير للفريق الاستقالة ديالو من أجل فتح المجال للرجال آخرين مدينة قرى العسرغان من أجل تسيير وتدبير الفريق هذا. تعقد جمع عام استثنائي يوم 28 يوليوز 2024. هذا الجمع العام اللي ما يعني اللي ما تقدمت حتى لائحة، ولكن كانت هناك مجموعة ديال التدخلات من الجماهير وكذلك من المنخرطين ومجموعة ديال العشاق ديال فريق الفتح السرغيني اللي تدخل من أجل إعادة المكتب السابق إلى تسيير وتدبير هذا الفريق هذا برئاسة رحال الراجي. كانت اللائحة ديالو اللائحة الوحيدة اللي كانت يوم 28 وصوتوا على هذا الرجل هذا، ومنذ يعني تصويت عليه يوم 28 يوليوز هو تيقوم يعني بمجموعة ديال الأمور من أجل يعني تسوية الوضعية ديال الفريق، وكذلك من أجل جلب كذلك مجموعة ديال اللاعبين باش يساعدوا الفريق ويقدم يعني كل ما لديه خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025 اللي هو استقطاب مجموعة ديال اللاعبين، وقام كذلك بتربص إعدادي بمدينة الدار البيضاء وكل اللي ساهم فيها صديقنا حسن الحمادي للفريق ديال الفتح السرغيني، واللي جرى مجموعة ديال اللقاءات الودية. ونمشيو نستمعوا للسرحان الراجي رئيس فريق الفتح السرغيني، ونرجعوا لتتمه الحديث صديق محمد ابو سعد. السلام عليكم، شكرا راديو ام اف ام على رأسي سي الأستاذ والكبير سي محمد أبو السهل والأستاذ سي المحجوب التيكي. التفاتة ديالهم دائما نحو هذه الفرق على جميع ربوع المملكة ولله الحمد. احنا كفريق الفتح السرغيني كنا جرينا يعني الجمع العام ديالنا استثنائي، وكنت سبق لي قدمت استقالة ديالي وإلحاح الجماهير والمكتب السابق والمنخرطين بأنني نبقى على رأس هذه العارضة. الحمد لله عقبت يعني استجبت النداء ديال هاد الإخوان هادو، وإحنا تنشتغلوا دابا الحمد لله كيد واحدة جميع يعني منخرطي الفريق جماهيريا ومنخرطين كل شيء على نحو العمل، وإن شاء الله باش يكون عندنا واحد سنة إن شاء الله يكون فيها الصعود لما لا. ومن بعد ذلك قمنا بعد الانتدابات وطعمنا الفريق ديالنا وشبنا مع الطاقم التقني لفريق الفتح السرغيني على رأسي السيد حمزة الحمراء وسعيدة بورزق. فقمنا بعد انتدابات لملء الخصاص، وبعد ذلك توجهنا إلى مدينة الدار البيضاء وقمنا بتربص مدته أسبوع. مشكور الأخ الأستاذ حسن الحمادي اللي أشرف على هذا التربص، ومشكورين الإخوان في الدار البيضاء يعني قدموا لنا يد مساعدة للناس ديال الملعب الحفرة ولا الناس ديال الفيضاء. بعد ذلك قمنا بعدة لقاءات ودية وكانت كلها يعني مفيدة للفريق، فيها انتصارات وفيها، وآخر لقاء هو اللقاء ديال يوسفية مع أولمبيك اليوسفية، وكان لقاءات. مشكورين الإخوان في اليوسفية اللي استقبلونا أحسن استقبال، وعلى رأسهم المكتب يعني رئيس المكتب والمدرب السي قيصر، وكانت مقابلة شيقة تعادلنا مع هاد الزملاء. وفريق اليوسفية راه الحمد لله تيلعب في يعني في الاكسيلون، اعطانا ملامح فريق ان شاء الله غادي يكون هاد الفريق ان شاء الله نتمناو لما لا، وكان معنا الحظ ان شاء الله لما طموح الجراق مطمح لينا حتى حنا نصعدوا القسم الاول هواس لما لا، لان هذا مطمح الجميع. الحمد لله اليوم غادي نجري واحد مباراه نصف النهائي مع مشوار القصبه في واحد الدوري اللي هو دوري سبعه رجال. مشكورين الاخوان العصبه اللي منظمين هذا الدوري، وان شاء الله غنشوفوا احنا دائما وراء الفريق
وتنشكر الجميع اللي تيساعدوا هذا الفريق، السلطات المحليه والسيد عامي صاحب الجلاله على عقل مقلع السراغنة على مد يد المساعده في الحافله، ونتمنى انها تخرج للعين الواقع في اقرب وقت. وشكرا لكم جميعا. شكرا بحجوب. نعم، وتبقى فريق الفتح السرغيني كباقي الأندية الوطنية اللي كتستعد لهذا الموسم الرياضي 2024-2025 من أجل تطوير كرة القدم الوطنية، ويمشيوا على النهج ديال الجامعة الملكية المغربية واللي مسطرة من أجل تطوير كرة القدم الوطنية وطنيا وقاريا ودوليا، وتبقى فريق الفتح السرغيني نموذج ديال هذه الأندية دي الوطنية سواء على مستوى الهواد أو المستوى الاحترافي. شكرا لك زميلي المحجوب التيكي ومن مراكش الى طشقند، ولكن نشدوا الاحزمه مع الضيف ديالنا العزيز السي سعيد الصديق اللي التحق بنا. السي سعيد مرحبا بك، والى طشقند نمشي. شكرا سي ابو السهل استاذي صديقي وسي عبد الرحيم، هذا لقيتيني كنوجد واحد الكلمات وخرجت الكلمات ديالك خارجين ديما من القلب. الحنين كيجرني دائما على الاذاعه، عزيز على قلبي اللي طرالعت فيها وكبرت فيها، وكنطلب من الله باش يشافي المدير ديالها سي كمال الحلو. كمال الحلو الله يشافيه ويعافيه باش يرجع للميدان ديالو. غادي الحمد لله ربي خير الحمد لله، كيستنشق العافيه ما يمكنش. دعوة دائما دعوات خير ارجعوا بالخير، ومن طون كن نسلم على السي عبد الرحيم اللي شحال هذه فكير الصديق ديال هذيك خمس سنوات ديال برشيد اللي ما سالاش بشتاها بحرارتها تعلق ماشي انا كنقولوا خصه يقولوا الناس نقولوا تواضع نقولوا حنا نقولوا تواضع. يعني انا كل ما عيط لسيد محمد ولكن لبي النداء وخا نكون كاع الفراج المرض. مرحبا بك كنجي وكن سي سعيد الى طشقند ان شاء الله. مرحبا طشقند كرة الصالات المنتخب الوطني المغربي. غادي نمشيو لعند زميلنا وعلى المباشر من اصحاب الاختصاص، لان الحديث على الرياضه خص اللي مختصين فيها. كتقول السي عمر شباخ، السي عمر شباخ مسؤول على ومكلف وايضا متتبع جيد ولد القنيطره ومتتبع ديال كره الصالات. سيدي عمر. نعم سي محمد ابو سهل، مرحبا بك، مرحبا بالزميل عبد الرحيم وبالفنان الكبير اللاعب الانيق سعيد. ربي يخليك سي هذا ما حطيتيش معايا يدير لنا شي قنيطره هي المنبع ديال كره الصالات ولا راس سي اسمع من الجامعي نهايده هيدا هو هدايا سي سعيد. ما يمكنش تهضر على الصالات وما تهضرش على سيدي محمد. وانا انا 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 مثلت انا وابن عبيشه مثلنا اجاكس في غرونوبل مع واحد الدوري هائل ولقينا في النهايه وانهزمنا، كان الحكم فرنسي انا ذاك ضد فريق فرنسي، ولكن الحنين دائما كيردني لكره الصالات سيدي محمد النهيدة الله يطول لي عمره الله يخلي لي وليده. نعم اولا قربنا من الاجواء، كاين شي شتاء كاين شي برد، ولكن القاعه كما كان الحال هذه قاعه لا كاين سي محمد حراره وحراره مفرطه هنا في طشقند لان كتوصل فوق 30 درجه، يعني الناس هنا باقا مصيفه اللهم حنا كنلقاو شويه ديال البروده في الفنادق اللي مستقرين فيها، ولكن الحراره كما ذكرت سي محمد كتكون دائما في القاعه ديال ليمارين طشقند، القاعه الكبيره اللي كتهز تقريبا 12500 ديال المشجعين. وصلنا الان سي محمد للمراحل الاخيره ديال دوري المجموعات، لعبوا لحد 28 مقابله تسجلوا فيها 202 هدف بمعدل 7.21 هدف في كل مقابله، هذا اللي كيبين الحده اللي كاينه هاد الدوره العاشره، ان كنشوفوا كاين اداء مقابلات اللي كتنتهي ب 10 ب 8 ب 7، يعني كاين اهداف كاين لقطات جميله شفناها في بعض المقابلات، شفنا الحده شفنا مقابله قويه شفنا ان منتخبات
جدا. شفنا منتخبات لا بأس بها، ما نقولش كاين منتخبات ضعيفة، لأن اللي كيوصل هنا كيكون عنده الباكاج ديالو عامر وصحيح. سيدي عمر، شفنا المنتخب الوطني المغربي منتخب ممتع كما كان الحال، ولو انك تكون شي شويه الكره ما كتدورش، لان راه هذا فريق مبتور غايبين عليه واحد، كانوا جوج العناصر ما مشاوش لان بسبب الاصابه، وهناك ايضا في طشقند كيتحرم من عناصر اخرى. نعم سي محمد، كما ذكرتي تحرم اولا من العقل المدبر والمايسترو بلال البقالي والهداف يوسف جواد، نضاف لهم هنا ولكن ماشي شي ضربه كثيره، لان اكيد غنشوفوا غدا في مقابله ديال البرتغال سفيان بوريط، ولكن الادريسي هو اللي انتهت له المسابقه. ولكن هذا الشيء كله ما كيمناش اننا كنشوفوا فريق منسجم فريق قوي. الصعوبات ديال المقابله سي محمد ديال الفريق الوطني المغربي كتجلى، اولا كيواجه فريق ديال طاجكستان، فريق ديال طاجكستان اول مره كيشارك في كاس العالم، اذا داخل اول مقابله خصو يبين اشنو عنده، يعني مساند بجماهير كثيره اكثر من 2000 ديال الجماهير، هذا نظرا للقرب مع أوزبكستان. المقابلة الثانية ديال الفريق الوطني المغربي مع بنما، وبنما كان عندنا معها دين لأن الفريق أول فريق لعبنا معه في 2012 وكان هزمنا ب8-3 بعد ما كنا منتصرين. و8-3 هي أكبر هزيمة تعرض لها المنتخب الوطني المغربي، هي 8-3، ولكن شفنا كيفاش الرد من بعد. لا هو الصعوبه ديال هذه المقابله تجلات كون ان الفريق ديال بنما كان منهزم في المقابله الاولى، اذا كان الى انهزم في المقابله الثانيه كان عارف راسو غيخرج، هذا هو اللي عطى لنا المقابله ديك الحده. ولكن عرف سي هشام دقيق والحاج هشام دقيق كيفاش يدبر ديك المقابله، وخرجنا منها منتصرين. بقى لنا مقابله غدا ان شاء الله امام البرتغال. انا هذه المقابله ما كنشوف فيها ما نعرف، ما نقدرش نعطيك. شوف عمر، نهضروا على هاد، نتكلموا على هاد المباريات، عاد نمشيو للمباراه الثالثه ديال غدا. سي سعيد صديقي، كيف شفتي المنتخب الوطني المغربي؟ هذا ماشي غريب. حقيقه انا مولوع بالكره الصالات، لا انا ولا الاخ الحاج بن بيشه، دائما كنا كنمشيو نعزوا فريق اجاكس بقياده سي محمد الجامعي. كنظن بان المقابله مرغ الغياب ديال بلال بقالي يوسف جواد وسفيان بوريط، فالمغرب سي الحاج هشام دقيق عرف كيفاش يدير هذيك الخليط ديال هذوك اللاعبين اللي ناقصهم شويه تجربه، ولكن ناقصين عناصر بسير بلال البقالي كما قال من اجود اللاعبين، يوسف جواد، سفيان بوريط، ادريسي تا اصيب باصابه، يعني كان عرفوا كيفاش يجريوا ولا الماتش الاول والماتش الثاني. الماتش الثاني بنما بقوا لاعبين سير الكون ديالهم كيمشيو بار دي كونتر، من سجلوا علينا ذاك الثلاث اصابات عرفنا، من جاء ولينا 3-1 ولينا عرفنا بان راه المغرب خصو يماركي الكاتريام بيت باش يليبير، وفيكتيفون ماركا، وكان المبتغى هو ندوزوا المقابله ديال تحديد المركز الاول شكون اللي يقابل ايران. نعم سعد الرحيم فكر هو استاذ اسمه محمد ابو السال، بحكم المكان اللي كيحتل الفريق الوطني المغربي اولا والصيت العالمي اللي ولا كيعرفوا، اي مباراه واي خصم اي منتخب غادي تكون مباراه صعبه وصعبه جدا، هذا هو اللي شفناه في المباراتين معا كما قال سي عمر شباه وكما قال سي سعد الصديق ولا انت استاذ اسمه محمد ابو السال، مباريات صعيبه والمباريات القادمه غتكون اصعب، ولكن المدرب كيعرف كيفاش كيجيري المقابله وكيفاش يسير الايقاع ديال اي مقابله واي منتخب. نرجعوا لطشقند عند زميلنا عمر شباخ، ونستمعوا ايضا الى صوت سي محمد جامعي النهيضه، وعاد نستمعوا يقدم لنا سي محمد سي عمر شباخ تصريحات ديال ردود ديال لاعبين وكذا المدربه. عمر
نعم سي محمد، كما ذكرتي فمعي سي محمد الجامعي رائد كرة القدم المصغرة بالمغرب. سي محمد الجامعي أو اللي كي يقول محمد الجامعي كي يقول مباشرة كي يذكر فريق أجاكس، أجاكس الفريق العالمي الفريق الكبير الفريق اللي قد اللي مثل المغرب في عدة تظاهرات دولية. سي محمد الجامعي أخرج كرة القدم إلى العالمية ودائما متواجد في كل التظاهرات، يعني سواء كأس إفريقيا أو كأس العرب أو كأس العالم، لأن سي محمد الجامعي ما خلات نسخة ومتواجد معنا الآن من أمريكا إلى أوزبكستان. سي محمد الجامعي مرحبا بك على أثير راديو ام اف ام. السلام عليكم، تحية خالصة لكل المستمعين وتحية للسي سعيد صديقي والكريم. هذا اللعب ديالك هذا كان عندنا كرهه، بقى نشوف واش كاين شي اللي تيجبنك وبينو واش هذا بينو الخير الخير وحسن. وكيفاش عطيتي وراقك؟ طيب راجل طيب، كيفاش عطيتي وراقك؟ كيفاش بلاتي حنا جاي لك سعيد صديقي، احد المدعمين والاساسيين في تنميه هذه كره الصالات من الثمانينات، لانه نعم. كانوا يشاركوا معنا وكانوا يدعمونا وهما والصحافه الوطنيه بصفه عامه. فالحمد لله احنا يعني زرعنا والان احنا تنحصدوا ثمار هذاك ما زرعه كل الاخوان معنا، واحنا تنشوفوا كره الصالات فين وصلت. فبغيت نخوض معك على هاد النسخة هادي، بغيت نعطي نتلي بدل شو سي محمد غنمشي لجوج المقابلات اللي تلعبوا عطينا أما التاريخ انت هاضمو، انت دابا كتقرينا التاريخ ديال 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 الميني فوت بواسطتك انت كنعرفو هادشي، ولكن دابا سيرنا لهاد جوج المباريات وثم باش من بعد نمشيو معك للمباراة الثالثة. المقابلة الأولى يعني غياب ديال جوج اللاعبين الأساسيين أثروا بشكل كبير على المردودية ديال الفريق الوطني، لأنه حتى يعني الوقت اللي تصاب فيه اللاعب الثاني العنصر الثاني ما كانش متسع الوقت باش يتعوض بلاعبين آخر، فهمتي؟ ف يعني مشى مبتور كيف قلتي سبق لي قلتيها، وراك تعرف انه كاس العالم يعني من لا يعرف كره الصالات كثيرا ستتشابه عليه البقر، لانه ما بين بطوله افريقيه وعربيه وكاس العالم، كاس العالم هي بطوله كبيره وتتجمع 24 دوله ماشي 8 ديال المنتخبات، 24 منتخب ويتبارى ضدها يعني للمشاركه في هذه 24 منتخب في هذا كأس العالم تيتبغى المئات ديال المنتخبات وتيوجدوا لها 4 سنوات. فيعني هي التظاهرة الكبيرة اللي كل العالم أنظاره تتوجه لها، وماشي ماشي بحال المنتخبات، ماشي بحال يعني القارية كإفريقية أو لا الآسيوية أو لا الأمريكية، فهي تظاهرة كبيرة. فنحن الآن يعني بالمجهود اللي قدمناه والدعم ديال السيفو ديال القجاع اللي عطى كل ما تطلبه لتنمية هذه كرة الصالات، والفضل ديال هشام فيك الناخب الوطني الخبير يعني دفع واحد الدفعة كبيرة باش وجدنا واحد الفريق يعني متنافس ولات له هي يواجه منتخبات لها باع طويل في هذه اللعبة. المنتخب الأول اللي خدنا معاه المقابلة الأولى طاجكستان، من طبيعة الحال وهذه كنا ذكرنا عليها أن كل منتخب ظهر في أول تظاهرة دولية مثل كأس العالم تعطي كل ما عنده، وكنت سبق لي وأن تحدثت مع هشام الدريق وقلت لي يعني حذاري من هذاك المنتخب، لأنه كنت أتمنى أن نواجه البرتغال وبنما في الأول وتبقى لنا طاجكستان في الآخر لأنه غادي توصل منهكة، ولكن هكذا شاءت يعني القرعة باش توضعنا احنا في أول لقاء مع طاجكستان. ولكن رغم الغيابات يعني قمنا بما يعني تستحق هذيك المقابلة وفزنا
الحمد لله وفزنا بالمقابلة الثانية، وإحنا غادي سنخوض المقابلة الثالثة مع البرتغال حامل اللقب اللي جاء هو دخل بقوة للدفاع. نعم. على إذن السي محمد، يعني السي محمد أنت جريتنا المنتخب البرتغال، رجع عند السي عمر الشباخ ناخذوا اشنو اللي قالوا اللاعبين ثم ناخذوا المدرب ونرجعوا معاك ومع السي عمر ايضا الى منتخب البرتغال. عمر. نعم السي محمد في ميكروفون اذاعه ام اف ام حاضر كما ذكرت كيفاش كنت هنا باوزبكستان، واكيد ملي كنكونوا حاضرين خصنا نقربوا المستمعين بكل ما يدور ويجري هنا. فكان عندنا اولا لقاء مع اللاعب سفيان الشعراوي اللي لحد الساعة هو الهداف ديال الفريق بثلاثة ديال الأهداف. سفيان الشعراوي أدانا بالتصريح التالي: ماتش فيها صعيبة مش الحمد لله ربحنا 3 بونت جوج ماتشات ربحنا جوج مرات الحمد لله، هذا اللي كان دابا الماتش الاخر ان شاء الله. نو لعبنا مزيان عرفتي، عندنا دراري صغار عندنا دراري جداد كنولفوا اللعب ديالنا. الفرقه هذه اللي رانا ربحنا بها اسبانيا ربحنا بها بزاف الماتشات وحنا ندخلوا في التورنوا بشويه بشويه. نعم هذا راه مسجل ثلاثه الاهداف. مسجل ثلاثه الاهداف سفيان الشعراوي المحترف حاليا بهولندا، وكان عنده موسم سابق بصقر اكادير لان التحق بالفريق ديالو السابق بهولندا. كان عندنا كذلك لقاء مع اللاعب ادريس الرئيس الفني، هذا اللاعب اللي كان اولا في اجاكس طنجة وانتقل الى شباب المحمدية والان كذلك هو في صقر اكادير. ادريس اللي اعطانا التصريح التالي: كيف ما كتعرفوا مقابله ديال كاس العالم ما كاينش شي مقابله سهله، مقابله كاملين صعاب. كيف ما كتعرفوا المنتخب البنامي اليوم كان لاعب على التاهل مع انه ما يخسر عليها، كان واحد شويه مقابله صعبه والحق الحمد لله. اللي مهم هو الانتصار، قدرنا ننتصروا بفضل التعليمات ديال المدرب ديالنا السي هشام تكيكو والقتاليه ديال اللاعبين، الحمد لله الاهم هو الانتصار. لا صراحه حنايا كنخدموا بمقابله مقابله، اللي مهم كان عندنا هو نحسموا التاهل ضد المنتخب البنامي. الحمد لله دابا حسمنا ربحنا. كنفكروا دابا المنتخب المقابله ديال المنتخب البرتغالي، كيف ما كتعرفوا المنتخب البرتغالي بطل اوروبا وبطل العالم، مقابله معاه ما تكونش سهله. بحق حنا الحمد لله موجودين ومع المدرب ديالنا السي هشام تكيك ومع اللاعبين ان شاء الله نحققوا انتصار. كيف ما كتعرف في بطوله كاس العالم اذا كنتي لاعب على البطوله ما كيهمش مع من تلعب، خصك تكون تفوز على جميع الفرق. حنا الحمد لله مركزين على منتخب البرتغال ومن بعد ان شاء الله اللي جا ان شاء الله نلعبوا. ودريس الرئيس الفني رجل المقابلة ديال بنما بالفعل أستاذ اسمع على المباراة الأولى كان رجل المقابلة كان هو الحارس والحارس جميل. إذن كان فوزوا بالمقابلة وتيكون عاود ثاني باترون ديال المقابلة المعلم ياك عمر. نعم سي محمد وربما سي سعيد الصديقي شاطرني الرأي، فهذه المقابلات ديال المجموعات تربح ماشي كتلعب، لان انا كتقلب على ثلاثه ديال النقاط، اما لا قدمتي عرض جيد وخسرتي فبحال ما درتي حتى شي حاجه. كان عندنا كذلك لقاء مع اللاعب اللي ما كيحملش الاسم ديالو، هذا ماشي عيان، هذا لاعب فنان كبير انا العيان اللي كنقولوا له في هذا الحوار هذا. السلام عليكم. النتيجة ديال هاد الكاس أحسن نتيجة اللي ديالنا في الكاس العالم، ما عمرنا خدينا 6 نقاط الحمد لله. الماتش الأول كان صعيب، الماتش الثاني لعبنا مع بنما وما عندهم فينال علاش عندهم 0 نقاط الحمد لله. بدينا من الأول ربحين، داك الشيء مهم علاش كتحس بديك الحرية السكور غادي معاك، والحمد لله جاب ربي جاب الربح. فاللي قلتي كانوا الدشي، سنا نديرو ديك الاناليز فيديو نشوفو شنو وقع باش الماستر ان شاء الله ما يوقعش. نعم هذه مهم جميله جدا، هذه انا كيبان لي هذا ما اشوف حتى في التصريح ديالو، هذا انس العيان ما عيان في كورتو ما عيان في التصريح ديالو ما عيان في القراءه ديالو، أم اللي كيدخل هذاك عيان غير خاوي في عمره. لا وصراحة الأداء كان جيد جدا، لاعبين عندهم تقنية عالية، الفضل كيرجع لله سبحانه وتعالى والملك ديالنا وفوزي القجار اللي وجد الخريطة وجد جميع التوسيكي لوجيستيك باش هذوك الناس هذوك اللاعبين وهذا الجروب ديال الخبير كما قال السي جميل الله يذكره العيا بالخير السي هشام دقيق، يعني ا موفي بيردون
كتشوفوا البونتوش اطروان مع بنما وجهو كيولا ولا 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 بار يعني ولا داير دابا اي فرقه كتلعب مع المغرب نامبورت كيما قال سميتها كيما قال انس كلشي باغي يربح المغرب كلشي باغي المغرب ليكيب باط يعني دابا حنا دزنا ان شاء الله مع مع البرتغال الخصم هو فائز ببطولة العالم السابقة خص المغرب يبين بأنه هو ينمريد دو بورتي هاد الفوز إن شاء الله اللي خص هاد الفريق حيت النتائج جات تدريجية وإن شاء الله الفوز ثلاثة كأس إفريقيا كيخول لك باش الرابعة تكون ثابتة إن شاء الله إن شاء الله بالفعل النتائج التدريجية النتائج التدريجية من ناحية الألقاب على الصعيد الإفريقي والعربي وكذلك على الصعيد العالمي في المشاركة ديال كأس العالم الأخيرة كأس القارات المشاركة الأخيرة بالفعل ولكن الآن كنشوفوا تحت المباراة الودية أستاذ سمع عبد البوسر كانت ردود الفعل ديال المنتخبات العالمية ديال المسؤولين مدربين عالميين باغي يلعبوا مع المغرب كلشي باغي يلعب بالفعل نظرا للسمعة اللي أصبحت عند كرة القدم داخل أو كرة القدم داخل القاعة بالنسبة للفريق الوطني المغربي رجع عند السي عمر كنعتقد على أن 4-2 مع المنتخب ديال طاجيكستان الكرة مع الأخطاء ما كتدورش هي هذيك كاين بعض الأخطاء كاين ولكن كيظهر لي على أن الأمور غادي تكون المدرب عارف شنو خاصو عارف شنو كيدير كيدبر الموقع وهذا راه كأس العالم كاين اللي الان تيقول لك لا خصنا راه ماشي كيف كتنتصر بواحد الحصص ثقيله فداك هضر على كوب دي موند هادو صاحبي بالفعل 3-2-4 انت راه تيفاك نعم عمر ام سي محمد انا بغيت نرجع بك سي محمد الذاكره 2020 اول مره اول منبر كيستقبل انس العيان راه كان هو ميكروفون كان عندنا في 2020 وكان صحيح كما كنا ما كانش كي يخرج كلمه بالعربيه الا بصعوبه ولكن كما قلت هذيك الساعه كانت اللغه ديالته عيانه شويه فكنا كنا واحد ما كيحملش الاسم ديالو اللي هو العيان تبارك الله عليه دابا انا عندك واحد كيحمل الاسم ديالو ديما مسرار ديما سفيان ديما على وجهه نسمعوا سفيان المسرار كذلك في التدخل والحمد لله اننا استطعنا نحقق النقاط الثلاث وتاهلوا للدور الثاني دابا نلعبوا على الرتبه الاولى ضد المنتخب البرتغالي اللي هو بطل العالم المباراه بطبيعه الحال غتكون صعبه لعبنا معهم بزاف المرات وعارفينهم يعني ان شاء الله غنحاولوا نبريباريو في هاد الجزر اللي بقاو ان شاء الله وباش نلعبوا على الرتبه الاولى ان شاء الله باذن الله بحكم اننا بغينا نماركيو بزاف البيوت واحد الوقيته بدينا مزيان ولكن دخلنا في النفازه بحكم اننا بغينا الماركيو باي طريقه وهادشي اللي خلانا طحنا في التسرع وضيعنا بزاف الكوري والحمد لله هذه هي المباريات ديال كاس العالم حتى شي مباراه ما كتكون سهله دابا استطعنا اننا نتاهلوا للدور الثاني وان شاء الله نفكروا في مباراه البرتغال ان شاء الله سي عمر كيظهر على ان الخبير والاطار الوطني اللي ربحته كره القدم الوطنيه وربحته الرياضه الوطنيه والأكثر تتويجا الآن على صعيد المنتخبات الوطنية هشام الدقيق هشام يا هشام راه واعي عارف شنو واقع كيفاش المنتخب ناقص بواحد العناصر وكيفاش هو كيحاول أن يعوض هذه التركيبة ويجيري ويدبر هذا التدبير بشري ياك عمر نعم سي محمد كما ذكرتي المنتخب الوطني المغربي ديال كره القدم داخل الصاله بين عريضتين تسرنا لان ولينا راه كما كنقول دائما العباره انا وياك مابقاش كنقول واش غير ربح كنقولوا واش غادي يربح شحال غادي يربح مابقاش غير واش غادي يربح نعم فظهر خلال هذه المقابلتين اللي دازوا وكما ذكرت الصعوبه ديالهم اللي كانت امام عناصر الجديده ظهر بعض الارتباك وبعض الاخطاء اكيد الخبير والمحاضر في الحاجة الجمديك فشاف هذا الشيء وأكيد غادي يصلحوا فربما أنا نعطيك رجع بك البقاء الشوط الأول ضد طاجيكستان فالشيء الحارس كان كيوصل وكان كيشكل خطورة على الدفاع والحارس المغربي ولكن الشوط الثاني هشام عطى تعليمات أن غير يشوفوا خارج يدير اللعب بحال غيمشي عنده ويرجع كان الحارس كيبغي يدير يقذف كرة صعبة وكان كيخرجها لبرا التوش يعني
فاطن لكل شيء، ما لا كبيرة لا صغيرة. وكما ذكر سي سعيد الصديقي رشنا من بعد الهدف هشام الحالة ديالو، ومن بعد المقابلة هشام راه ما غادرش كل شيء تحديه، بقى جالس تقريبا واحد كيف كر نعم واش كيقول اش كيقول هشام اش كيقول تبعوا هشام في هذا الميكروفون ام اف ام في هذا الحوار. الارتباك كان، الاخطاء كان، داك الشيء اللي نبهنا منه داروه بعض اللاعبين، وهذا هذه المساله تتعصبني بزاف انه تتعاود الخطا بنفس الطريقه وتوريها له في الفيديو وتوريها له في لونترينمون وتيدخل بهذاك مرفوع بهذاك الشكل وتيعاود نفس الاخطاء. هذا الشيء ما يمكنليش نسكت عليه. لكن هناك حوايج اخرين مزيانين. البنما قلتها لكم، البنما ماشي هي الماتش ديال البرتغال لسببين أساسيين، أنه البنما فاش لعبت مع البرتغال لعبت في المنطقة ديالها وخلات البرتغال يبادر، اليوم لعبت في المنطقة ديالنا لأنها خصها تربح سينو غتقسم. لعبت في المنطقة ديالنا ما كانش خصنا نديرو دوك الأخطاء، وحنا نصر على اللاعبين أنهم ما يلعبوش كرة طويلة، فلذلك هذاك من الثقة في اللاعبين. لكن تطلق للأسف كيرتابكوا بعض المرات ويعطوا أخطاء مباشرة. لكن أهم شيء عموما هو عامل التجربة، كاين في الدقائق الأخرى عرفنا كيفاش نحسموا المباراة بهدوء، لأنه واحد الوقت تتبغي تلعب على الجول أفيراج، شوية شوية تتبغي تلعب على الجمهور باش تعطيه فرصة، واحد الوقت تولي لعب غير على تأهيل. من الأمور يعني تزيرات بهذاك الشكل، فاحنا غيرنا من الطريقة ديالنا وبدينا نديروا تغييرات لاعب بلاعب، وشفتوا أنه استطعنا في الأخر نفوزوا بهدوء. الآن وداعا بنما، وداعا طاجيكستان، أهلا بالبرتغال. المقابلة ديال غدا نأخذ بعدها سعيد الصديقي كيف كتشوف هذه المقابلة ديال غدا. لعبنا مع البرتغال في الدورة ديال ليتوانيا 2021، المقابلة كانت نهار 19 شتنبر. شتنبر اليوم غادي نلعبوها نهار 22، يعني 3 أيام فقط. هذه 3 أيام وكنا درنا 3-3 اللي كانوا سجلوا ديك الساعة المنتخب الوطني المغربي ويوسف جواد في الدقيقة الثانية، يعني زربنا عليهم. أنس العيان في الدقيقة 24 وبلال بقاري في الدقيقة 37. اللي كاين اليوم حاضر ما حاضرش جواد، ما حاضرش البقاري، جوج غيابات ولكن وازمة. حاضر العيان. كيف كتشوف هذه المقابلة؟ كاين أولا الله معهم إن شاء الله، حيث هذا مقابلة ديال تحديد المركز الأول. تل الخصم اللي جاي هو إيران. إيران كان عارف إلا كنا الأولين ما غنلعبوش مع إيران، كنا الأولين إيران غاي في إيران. كيفي المغرب كما قلت في الأول ديال المداخلة ديالي بأن كل من في باطق المغرب اي كومبري البرتغال، من ضمنهم البرتغال مالغريك هو بطل العالم سابق، يعني 3-3 ديال كاس العالم السابقه كتخول بان كيعرفوا البرتغال بان اللاعب المغاربه بغياب بلال البقالي ويوسف جواد خصهم يحسموا المقابله باش ايفيتيو تاهما باش ايفيتيو تاهما ايران، لقاش ايران نشتهم فريق قوي جدا. 13 مره داو كاس اسيا ايران بالفعل، لأن إيران منتخب قوي ومنتخب دائم التجمع بالنسبة للاعبين، عندهم سنين هم مجتمعين بيناتهم، وهذا اللي عطاهم هذيك القوة وخلاهم يظهروا بهذيك الصورة. ولكن الفريق الوطني أستاذ اسمه محمد بوسال من خلال التدبير ديال المباريات ديال المباريتين معا السابقتين، فكنعرفوا حتى المباريات الودية اللي جرى قبل كأس العالم كنعرفوا هشام تيك بالخبرة ديالو بالتجربة ديالو كيعرف كيفاش يسير الإيقاع ديال المباريات. والمنتخب البرتغالي ربما تا هو غادي يكون عليه واحد الضغط غدا، رغم أنه عنده فريق الامتياز ديال فريق الأهداف، ولكن غادي يكون عنده الضغط باش يحسم المركز الأول، وبالتالي هذا اللي غادي يخلينا غدا نشوفوا مقابلة كبيرة وكبيرة جدا، وغادي نشوفوا ربما أنا كنتوقع غادي يكون واحد الانفجار ديال المنتخب الوطني والعاد لديك المستويات اللي شفناها في المباريات السابقه. البرتغال كما قال سي عمر، انا شرت له على التقلقه وعلى النرفزه ديال هشام ديك. انا عشنا حنا في بونتوش في تدريب الكره ديال البطوله 11، هو قال سي عمر بانه من وراء المقابله بقى في الكرسي الاحتياط وظن بيان سور كيفكر كومون يدوا جيغي هذيك المقابله ديال البرتغال. ما تيهمش دابا اولا تحدي
الفريق السابق ديال الفائز بكاس العالم السابقه، وثانيا باش يحتل المركز الاول باش يدير ثلاث العلامات ديال الفوز. غادي نلعبوا هذه المقابله جريناها مع المنتخب ديال البرتغال، وكانت هي المقابله الثالثه وتعادلنا فيها 3-3. وما ننساوش ان المنتخب البرتغال اللي تعادل معنا احنا بصعوبه راه هو اللي دا البطل في هذيك الدوره، راه هو اللي دا البطوله وحنا اذا كان خصنا نكونوا واصفين واصفين، هذا هو المنطق. اكزاكت. مع المنتخب ديال البرتغال ما لعبناش بزاف في المقابلات، ملي كنا كنستعدوا الكولومبيا الكاس العالم ديال كولومبيا في 2016 لعبنا جوج مباريات، لعبنا المباراه واحده انتصر علينا المنتخب البرتغال 4-3 بصعوبه، وفي 2018 بليزبون لعبنا مع المنتخب ديال البرتغال ودرنا ثاني 2-2. هذا كيبين على ان الاحتكاك بيننا وبينه احتكاك صعيب، ولكن اللي غادي يعطونا ايضا ينورونا اكثر السي عمر شباخ والسي محمد الجامعي النهايده. السي عمر. نعم سي محمد. انا بغيت سي سعيد الصديقي يلبس الثوب دابا ديال هشام الدقيق، وعنده جوج احتمالات. الى تكلاس الاول غادي يلعب مع اسبانيا ولا كازاخستان اولا فرنسا، لا غادي يلعب ايران وفرنسا. اذا اش غادي راه 100% هذاك الشيء اللي غادي يقول السي سعيد الصديقي هو اللي في راس سي هشام الدقيق. سي هشام سبقنا ولعبنا اونسامبل في اجاكس تحت القياده ديال السي محمد الجامعي، كنظن بانه هو سا موفي بيردون دابور الاولى. هذاك الجيل اللي كان في اجاكس لا نعيم ولا سعيد، راه سي جامعي كيتذكر الاولاد ديالو والابناء ديال اجاكس القنيطره الغاليه. كنظن بان هاد التومبيرامون ما كنتمناوش نكونوا بلاصه هشام، لقاش هشام عنده عاتق، عنده على العاتق ديالو بانه هو خصو يوصل المغرب لكاس العالم، خصو فاز بافريقيا كاس بكاع جميع البطولات العربيه، بقات ليه كاس العالم باش كما قال سي محمد ابو السهل الاستاذ ديالنا بانه هو اول مدرب عنده 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 خزينه ديال 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 التتويجات. يعني الله معاه ان شاء الله، وكنظن بان جاري مقابل ديال البرتغال دوا دابا ما خصوش يفكر في ايران ولا فرنسا ولا نامبورت كالناسيون، ليسونسيال هو خصو يسالي العلامه الثالثه ديال الانتصارات، ومن بعد لكل مقابله حسابات. حتى استاذ اليوم في الخارجة الاعلاميه ديال المدرب ديال المنتخب البرتغالي خورخي براز، هذا اللي اكد اليوم بان اصعب مباراه عنده هي في المونديال هي مباراه المواجهه ديال المغرب، رغم انه قال لك حتى الصف الاول، ولكن المباراه ديال اليوم غادي تكون صعيبه وصعيبه جدا. نعم ناخذوا في بعد الاراء قبل ما نمشيو للفاصل. عمر شباخ. نعم سي محمد، ناخذ كذلك الراي ديال الخبير سي محمد الجامعي حول هذه المقابله ديال البرتغال. سي محمد كي كتشوفها انت، واش كتفضل المغرب يواجه؟ وانا بحكم التجربه ديالي المتواضعه فانا لابد ان اضع كل ما عشاق كره السله في الاطار او في داخل الصوره حتى لا نتفاجأ، أو إذا إن شاء الله فزنا بهذه المقابلة فخصنا نعرفوا بأنه راه درنا مجهود كبير 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 ما فيجينا وتستحق الثناء. فالمقابلة ضد البرتغال هذه المقابلة أنا عنونتها بنكون أو لا نكون، لأنه إذا فزنا بها غادي نتفاداو شر إيران، ولا إلى ما فزناش إلى فزنا بها غنفادوا في شغل إيران وغنواجهوا فرنسا اللي غتكون في متناولنا واللي تتسجل أول ظهور ديالها في كأس العالم. سي محمد سي محمد هذا غير تعبير، هذا ديال الشر، ما كاينش شر، كاين غير ويغلبونا ولا نغلبوهم ولا ما إيران أقوى من فرنسا. متفق أنا وياك، ولكن ماشي أسيدي نمشي معاك ونقولوا شر لابد منه. يلا وبقى معايا السي محمد، بقى معايا كنعتذر لك ولمستمعاتنا بقوا معنا
أنا فاصل قصير وصلنا للساعة الثانية والحديث شيق مع الضيوف ديالنا سعيد الصديق الإطار الوطني اللاعب الدولي بالأستوديو زميلي الإعلامي عبد الرحيم فكير ومباشرة من تشقند زميلنا عمر شباخ وأيضا الخبير والأب ديال كرة الصالة سي محمد الجامعي النهيضة يبقوا معنا دائما على تريدة أنا فم وبرنامجكم من الملاعب الرياضية ومباشرة من تشقند المدينة التي تحتضن منافسة كأس العالم لكرة الصالات والمدينة اللي كيجري فيها المنتخب الوطني المغربي المنافسات والمباريات ديالو من هناك هاد المائدة اللي كاينة من تشقند عمر شباخ زميلي الإعلامي وأيضا سي محمد النهيضة المرتبط روحيا بكرة الصالة سي عمر. نعم سي محمد ونخلي سي محمد الجامعي يكمل تدخل ديالو. شكرا للعودة. فأنا بغيت كيف قلت لكم بغيت نوضع يعني الجمهور المغربي 40 مليون متتبع في داخل الصورة يعني حتى نعرفوا اشنو هو الاداء ديال الفريق الوطني وديال هشام الدكيك اللي تيبدلوه من اجل اسعاد المغاربة كلهم. فحقصنا نعرفوا بانه الغياب ديال اللاعبين اللي تعطبوا فاثر بشكل ملحوظ على المردودية ديال المجموعة وهذا الغياب يعني خلى واحد الفراغ واضح وانعكس على مستوى الفريق والأداء دياله في المباريات الأولى الجوج. فالمواجهة القادمة ضد حامل لقب البرتغال واللي فاز بكأس أوروبا النسختين الآخرتين فهو غازي هاد اللعبة تعد اختبار صعبا ومصيريا حيث أنها يعني تعتبر معركة كل شيء أو لا شيء. فالفوز على البرتغال يعني ما يكونش بالأمر السهل ليس لأن البرتغال زعما كاين أقوى منا أو نحن أضعف منها أو أقل خبرة بل لأن الظروف غيرت الطريق مثل غياب اللاعبين الأساسيين وضعت الفريق في موقف يعني حرج. فمباراة البرتغال يعني أعود وأكرر بأنه ستكون حاسمة والفوز فيها لن يضمن فقط التأهل إلى المرحلة خروج المغرب بل سيبعدنا عن مواجهة المنتخب الإيراني أولا بطل آسيا 13 مرات وصاحب الخبرة الطويلة في كرة الصالة وإنها غتكون زعما كاين مباراة مصيرية للفريق الوطني. نعم إذن مباراة مصيرية كيف قال والفوز فيها يعني سيسعد سي محمد. أشنو النتيجة اللي كتنبأ بها أشنو النتيجة اللي تنبأ بها سي محمد النهيضة أنت بجريبتك؟ أنا عندي الثقة الكاملة في أنه اللاعبين اللي كاينين دابا الحاليين اللي موجودين ومع الخبرة ديال هشام الدقيق يعني نحقوا الفوز ماشي شيء مستحيل. مستحيل شكرا يعني لك. إذا غدا سي محمد احنا كنوجه لك الدعوة غدا إن شاء الله راه غادي نقلوا المقابلة غناخذوا أطوار منها بداية من الساعة الواحدة والنصف البرنامج غادي يبدا في الواحدة في التوقيت ديالو الموعد ديالو غادي ايضا هذه المائده نكونوا ايضا مرتبطين معكم. سي عمر كيف كتشوف؟ غادي نقول لك بانه رغم كل هذا الشيء فيعني تتبقى كره الصالات المعشوقه لكل المغاربه في كل مكان ولا كان لليونانيين جبل اولمبوس منزل الآلهة الأولمبية الفوتسال بالنسبة لكل المغاربة لا تقل أهمية. نعم من أكيد جبل أكيد نعم. سي عمر الجمهور ما تيحضرش جمهور كتير بل هي غير 2000 وشي حاجة ما 3000 ماشي شي حاجة. نعم سي محمد وهذا دائما في المقابلات اللي كتكون ما كتكونش فيها أندية أسيوية يعني ملي كنشوفوا أفغانستان أوزبكستان أو طاجكستان
اللاعبين هاد كاع هاد الدول اللي قراب هنا كيكون الجماهير ديالها تشهد بالمقابله ديال المغرب مع طاجيكستان، لان ربما شفتوا في الشاشه ان المدرجات كلها كانت مملوءه المغاربه هنا كاينين بواحد العدد لا بأس به، تقريبا نقول لك واحد بين 60 حتى 100 مغربي هنا كاينين تقريبا. انا الاخوان اللي تلاقيت بالقنيطره تقريبا كاين شي 15 مشجع اللي كاينين. كاين الاخوان هنايا اللي ساكنين هنا قايمين بمجهود كبير انهم كيساعدونا كاملين. نذكر منهم هنا بالمناسبه نشكر السي هشام اللي ساكن هنا في اوزباكستان يعني في طشقند، يعني مقدم خدمات كبيره للمغاربه هنايا. كاين كذلك المغاربه اللي قراب هنا في الدول الاسيويه، يعني كلهم حاضرين بالاعلام المغربيه بالالوان. اذا الموعد غدا سيدي عمر شبخ، صوتك من القنيطره الى طشقند ان شاء الله على اثير الام اف ام النقل ان شاء الله، وغنتابعوا المقابله ولكن مع المتخصصين مع الخبراء مع اللي تعرفوا واللي مهتمين بهذه الرياضه عامه وكرة الصالة. شكرا الضيفين، شكرا زميلنا عمر شباخ، شكرا السي محمد الحاج محمد النهايده، ونتبعوا المقابله. السيد رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم فوزي القجعل كان رفع السقف في المشاركة الأخيرة ديال ليتوانيا اللي وصلنا للدور ديال الربع. حنا دابا رتبة سادسة عالميا، حنا مع الكبار، قالك علاش لا ما نفوزوش باللقب ديال كأس العالم، علاش لا؟ وابني كتجبد فوزي القجع تحت السياسة الرشيدة ديال صاحب جلالة الله ينصرو، يعني رجل ديال الطموحات، رجل ديال كيدير خريطة ديال الطريق كيوصلها، يعني عارف سي فوزي القجع اش باغي. كما كيقول اي واحد كيقولها في جميع المنابر، هو شد التران ماشي التجربه، التجربه شد التران اللي بغى يوصل معاه، اللي بغى يركب مع التجربه ولا هذا القطار ديالو. هنا ماما كان واحد القصه دارت عويطه باش كان دار الميدان، دابا قطار اسمه فوزي القجع اللي بغى يركب معاه يطلع معاه، هو هذا هو السب. هذا طلب مني، طلب مني ليه دابا كما قلت لك في الاوف، خصو يتحزم اللي ديريجون، خصو يتحزم اللي ديريجون باش هما يعطيهم هاد 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 هاد. شكرا على الغيره ديالك السيار ديالو. واخا وخلينا غناخذ واحد صديق اخر عزيز علينا جميع، ناخذ واحد من القامات الاعلاميه الوطنيه، صديق عزيز الحضور ديالو متميز وتحمل واحد رساله، كان دائما هو ابن شرعي للإعلام الرياضي الوطني وللرياضة الوطنية، اللي هو الحاج بدر الدين الإدريسي. سيدي بدر الدين الإدريسي يمتعك عندما يكتب بالقلم وكذا الكتابة بالصوت أيضا. المناسبة هو أن مدينة طنجة هذه من الإنجازات ديال الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، واللي كيرجع التأسيس ديالها ل 1971. هو من الناس اللي مع الجيل اللي كاين ديالو الان الحفاظ على هذه المؤسسه ان تبقى دائما حاضره وتبقى دائما باحترامها وتبقى دائما بفعاليتها. مدينه طنجه كانت مسرحا ليله الاربعاء، ليله من الليالي الخالدات، ان كان التوقيع ديال بروتوكول التعاون بين الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه ونظيرتيها الجمعيه المغربيه أو الجمعية الإسبانية للصحافة الرياضية والجمعية البرتغالية للصحافة الرياضية في أفق الآن كأس العالم. وهذا كأس العالم كيوحدنا الصحافة بالطبع كاين، ولكن الآن هذا الحدث المشترك بين البلدان الثلاثة كان لابد وكان طبيعي أن ينتبه، وانتبه بدر الدين الإدريسي الحاج، وانتبه مع زملائنا في المكتب التنفيذي، وهذه المبادره هذه باش توقع واحد البروتوكول ديال التعاون اللي فيه مجموعه ديال الامور. سيد الحاج بدر الدين الادريسي مرحبا بك. مرحبا بك زميلي محمد ابو سال، مرحبا بكل الاخوه والضيوف والزملاء المتواجدين معك في الاستوديو. سعيد صديقي صديقنا العزيز طبعا. وكاين الابن ديالك ايضا عبد الرحيم فاكر.
ان شاء الله شله بحال تيقولوا المصريين شله طيبه. عباره اولى استهل بها من خلال التوطئه اللي قدمتها، عباره واحده تقولها العرب اخذت تواضعا. لا ما كاينش انا ما اقوله الا لان شوف انا الان في مؤسسه أحدثها زميلنا جميع ومن الرواد لي والأستاذ كمال الحلول كانت منه له الشفاء العاجل والآن وهو أيضا من هذا الجيل اللي احنا محظوظين وإحنا الآن طلف عمرنا أننا حضرنا وكان ناخذ كاس العالم في الوقت اللي زملاء غادرونا ودعونا وحملنا جتامينهم إلى الرحيل. الآن كاينين اللي باقي راه كيحلموا الآن وإن شاء الله الباقي القادم يكون أفضل سيد الحاج. وطبعا وبعضهم طاف دول العالم في ترشيحات سابقة أكيد. للتأثير على الدول ولإدارة أحقية المغرب في أن يحقق هذا الحلم، حلم بحال سمينا في البداية حلم القارة ومشروع البلد مشروع المغرب. فبالتالي رحمة الله على هؤلاء، وإحنا يعني نحترم هذه القاعدة، أخذنا المشعل بتواضع كبير من قادة ورموز للصحافة الرياضية الوطنية الذين قامت على أكتافهم وعلى فكرهم وعلى تضحياتهم وعلى أيضا المعاناة ديالهم قامت على أكتافهم هذه الصحافة الرياضية الوطنية. اليوم نحن حملة هذا المشعل، إن شاء الله سنستلمه بكل تواضع أيضا للجيل الذي سيأتي بعدنا. ولذلك أعتقد أن هذه المبادرة واحدة من الالتفاتات التي يجب أن يقوم بها جيل الرواد وجيل المؤسس وأيضا الجيل الذي يؤسس اليوم للإعلام الرياضي الوطني لجيل المستقبل الذي سيطلع إن شاء الله بعد سنوات بأمانة مواكبة كأس العالم 2030 اللي غتقام في المغرب بمعية البرتغال وإسبانيا، أمانة ثقيلة جدا لأنها لا تكتفي فقط زميلي محمد أبو سهل بالمواكبة وأيضا بالمتابعة وأيضا بأن نكون في مستوى الحدث الكوني، ولكن أنا أعرف جيدا على أن الإعلام في مثل هذه في هكذا ظروف كيكون إعلام مؤسس للنجاحات، رافع أساسي النجاحات، مساهم بشكل قبلي لنجاح التغطية الإعلامية لكأس العالم، وأيضا أنه يستفد لاحقا من الإرث الذي سيخلفه تنظيم كأس العالم. بحال اللي كنا ذكرنا زميلي محمد بسر تذكر هذه الأشياء أننا ما بعد مرتبتنا الرابعة في كأس العالم قلنا على أن العائلة ديال كرة القدم الوطنية يجب أن تسلك السلوك الذي يؤكد أن منتخبها هو بالفعل رابع العالم. يجب أن نكون رابع العالم على مستوى ديال التنظيمات، على مستوى ديال الفكر، على مستوى التسيير الرياضي، على مستوى الإعلام الرياضي. اليوم أيضا عندنا مسؤولية أننا نستثمر من الآن في الجيل الجديد من الإعلاميين الرياضيين الشباب لكي يطلعوا بهذه المهام ولكي يؤسسوا لهذا الإرث الذي قلنا عن الإرث الرياضي والإرث الإعلامي إن شاء الله. نعم، مدينة طنجة والقدر هكذا، طنجة العالمية، طنجة الدولية، طنجة كالموقع ديالها، طنجة وأيضا إسبانيا والبرتغال. الآن في مدينة طنجة أيضا حدث أنا أعتبره تاريخي، لأننا معنا خدينا المونديال ولكن الإعلام المغربي من خلال الجمعية المغربية للصحافة الرياضية أن تكون هذه الليلة أيضا من الليالي التاريخية ويكون فيها توقيع ديال واحد البروتوكول تعاون بين ثلاثة ديال الجمعيات. وملي كنقولوا ثلاثة ديال الجمعيات نقولوا كاين كرة القدم في ثلاثة ديال البلدان، ثلاثة ديال البلدان كنشوفوا الرياضة ديالهم وكنشوفوا شنو يعني المهام والإنجازات اللي كتكون على كرة القدم. المغرب لا يقل، وعندما فكرت إسبانيا مع البرتغال أنهم يجيبوا المغرب ماشي غير على سواد عيونه، ولكن لأن وراءه 54 بلد أيضا الحضور دياله المتوهج في كرة القدم على الصعيد الوطني والإنجازات والمشاريع. نقربوا المستمعات والمستمعين من هذا البروتوكول الحاج بدر الدين الإدريسي. أنت قلت طنجة العالية وهي يعني عالية، علو هذا الفكرة، علو هذا المقصد، علو هذا الشيء الذي ذهبت إليه الجمعية المغربية للصحافة الرياضية. حتى أكون صادقا معك، يعني مبادرة جاءت من الجمعية المغربية للصحافة الرياضية
السنه الماضيه، السنه الحاليه اللي انعقد بمدينه سانتا سوزانا بمدينه باسبانيا، وعرضنا الفكره على اشقائنا زملائنا في الجمعيه الاسبانيه للصحافه الرياضيه والجمعيه البرتغاليه للصحافه الرياضيه، عرضنا مشروع يعني بشكله المبدئي الاولي، فتمت الموافقه عليه على الفور، واعتبر على انه مبادره ذكيه بل انها مبادره ضروريه، على اعتبار ان اذا كنا نؤمن بان الاعلام هو رافع من رافعات النجاح ديال اي مسابقه رياضيه، وانت زميلي محمد ابو سال تشهد على ان التطور بالمواكبه الاعلاميه لكل الاحداث الرياضيه الكونيه بطبيعه الحال سواء كان كاس العالم او الالعاب الاولمبيه تتنامى سنه بعد اخرى، تتطور سنه وأخرى وعيا من المؤسسات الدولية بأن هذا الإعلام يجب أن يشتغل في ظروف مثالية حتى يقدم لنا نسخة مثالية لأي حدث رياضي كوني. فإذا كان هناك تجاوب مطلق من كل الإخوة، ودخلنا في إطار تشاورات في إطار بناء أرضية لهذا البروتوكول التعاون الذي يدور يعني من حيث المبدأ حول تنظيمنا الثلاثي لكأس العالم، حول الهاجس اللي كيتملكنا جميعا في أن يكون الإعلام للمغربي وللإسباني وللبرتغالي مساهم بدرجة كبيرة أولا في تنظيم نسخة مثالية لكأس العالم، أو هكذا تبدو إلى الآن بحكم النموذجية هذا التنظيم بين ثلاث دول تقعان أو تقع في قارتين تجتمع بينها في كثير من الروابط وأيضا مشتركات تاريخية وجغرافية وأيضا الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، كان من الضروري أننا نطلع بهذه المهمة، وقد وفقنا ولله الحمد إلى أن تكون الانطلاقة الرسمية بمدينة طنجة. لاختيارها لم يكن اعتباطيا من طرف الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للصحافة الرياضية، على اعتبار أن طنجة إلى وقت قريب وأي ما زالت في الذاكرة ديال الحضارة الإنسانية أنها عاصمة الفكر الإنساني، العاصمة الدولية والمدينة التي تعتبر في واقع الأمر هي الوجه المشرق للمغرب في انفتاحه على العوالم كلها وخاصة على القارة الإفريقية. فإذا هذه الاتفاقية أو البروتوكول التعاون اللي حصلنا بشأنها الكثير من المباركات التي نحن سعداء بها من طرف الأجهزة الوصية ومن طرف الفاعلين المباشرين الذين يعتقدون على أن الإعلام له دور كبير يجب أن يلعبه في تنظيمنا المشترك لكأس العالم، وانبثقت على هذا البروتوكول مجموعة من الأهداف دعني أجيزها لك في بعضها. أولا هو أننا مثل ما أن المغرب الإسباني والبرتغالي يهدفون إلى تنظيم نسخة مثالية لكأس العالم، فنحن كإعلاميين أيضا نهدف إلى أن تكون هناك مواكبة نموذجية ومثالية وغير مسبوقة لكأس العالم، وبالتالي سنتوحد نحن الجمعية الثلاثة بمعية كل المؤسسات لنحتضن إعلام العالم حتى يأتي إلينا ويكتشف هذه المشتركة والروابط التاريخية، لنقول للعالم كله أن لم يكن اعتباطا أن تنظم الدول الثلاث هذا المونديال، إنها تنظمه بالفعل لأنها بينها العديد من المشتركات وتمثل واحدة من التجمعات النموذجية اللي يراهن عليها العالم في العقد الحالي. ثم أيضا من الأهداف أيضا هو أننا نركب الضوء على مدى علاقة دولنا الثلاث بكأس العالم في مجموعها، يعني علاقة المغرب بكأس العالم، علاقة إسبانيا بكأس العالم، علاقة البرتغال بكأس العالم. أعتقد هناك الكثير من القصص التي تستحق أن تروى وأن تخلد للذاكرة الجماعية والذاكرة الإنسانية، إذا سنعمل على هذا الجانب هذا خلال السنوات. أنا اللي كان رائع وإحنا في المكتب التنفيذي كأعضاء، ولا أيضا في هذه الخطوة المباركة، هو ما تحصرش يعني الذاتية، ما بقاش النقاش مفتوح حول واش المغرب غادي يحتضن الافتتاح ولا الاختتام ولا يعني أكبر من ذلك. الرقي بالإعلان تكون ملتقيات
يعني ديال الاعلام اللي كتخدم الاعلام تخدم ايضا الشباب بالفعل ديال الصحفيين الشباب. نعم عبد الرحيم بالفعل استاذ اسمح محمد ابو سال، اولا كنوجه تحيه خاصه للسي الحاج بدر الدين الادريسي الاستاذ ديالي، ومن الكلمات اللي جات في المداخله ديالو في الافتتاح ديال البروتوكول هو تشكيل جبهه للدفاع عن الصحفيين الرياضيين الشباب، وربما غتكون هناك دورات تكوينيه. نعم غادي تكون مجموعه ديال الدورات، ولكن الان النقاش ما بقاش مفتوح، واش الافتتاح غادي يكون في اسبانيا في مدريد ولا غادي يكون في المغرب؟ هذه زميلي بوسال، زميلي عبد الرحيم فكيد، هذه كانت من النقاط الجوهريه اللي كانت خلال المحادثات بيننا، هو يجب ان نرقى بتنظيماتنا او نرقى ببروتوكول التعاون فوق هذه الاشياء، لانها تعتبر النقاش فيها والخوض فيها عباره عن تسطيح وعباره عن التقليل من اهميه هذا التنظيم المشترك لكاس العالم، لان مجرد ان يكون كاس العالم ما بين ثلاث دول يجب ان نشجع الناس كإعلام على أنه بإمكانهم على أنهم يشاهدوا مثلا ثلاث مباريات في يوم واحد، كأن ينتقلوا من إسبانيا إلى المغرب ومن المغرب إلى البرتغال، يعني تصور المسافات المقطوعة على في الطائرة مسافات قليلة جدا، ثم أيضا تعرف على أن اليوم كل الملاعب المغربية غتكون هي موضوعة أو موجودة إلى جانب مطارات دولية، ثم أيضا هناك القطار فائق السرعة اللي غادي يمر من المحطات إلى الملاعب إلى المطارات، إذن كل شيء غادي يكون إن شاء الله مواتي من أجل أن الإنسان أيا كان نوعه يمكن له يشاهد مباريات في يوم واحد في ثلاث دول مختلفة. فإذن توافقنا على أنه يجب أن نذهب بهذه الشراكة إلى ما هو أعمق، وما هو أعمق هو أن مدة الجسور بين الإعلام الرياضي المغربي والإعلام الرياضي الإسباني والبرتغالي أولا عن طريق إقامة دورة تكوينية لفائدة الإعلام الرياضي الشباب. وقت كيسحمني انا بغيت غير لابد لان كاين هاد الثمره ديال هاد الاتفاقيه وهاد البروتوكول جا السي سعيد الصديقي السي عبد الرحيم فهمي مستمعاتي ومستمعي الكرام، ثمره ديال الجهود والتمثيليه ديال الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه في الاتحاد الدولي، ايضا جاني اللي هو رئيس ميرون اللي الان كيتمن هاد الامور، وكاين ايضا زملائنا اللي كيبذلوا واحد الجهد كبير، كاين مراد المتوكل كعضو، كاين كان قبل منه ايضا زميلنا اللي كنتمنوا له الشفاء بالعيد بويميد في 2005 الرئيس السابق ديال اي بي اس افريك ديال افريقيا، والجهود اللي كيبذلوا مراد المتوكل الحضور ديالو كيبذل واحد الجهد كبير مع الاصدقاء ايضا. نعم طبيعة الحال، يعني لا يمكن زميلي بوسال أن يستثني أحدا من الزملاء الأعزاء، يعني احنا متموقعين ولله الحمد بالمواقع التي نستحقها كمغرب ويستحقها المغاربة، ويعني أنا كنت على حديث مع السيد جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الذي تمنى عاليا هذا المبادرة، وقال على أنها تشرف الإعلام الرياضي العالمي وتشرف الاتحاد الرياضي الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، ثم أيضا قد أخذك إلى شيء أبعد وهو أننا نستعد إن شاء الله لاستضافة المؤتمر للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية حتى تكون هذه مرآة جديدة لنظهر هذه المرة الثانية غادي يكون. نعم مرة ثانية إن شاء الله غادي يكون بعد أن عقد قبل 20 سنة بمدينة مراكش سنة 2005، وهي مناسبة أيضا مما بما أنك تمنيت الشفاء لواحد من الرواد الإعلاميين الوطنيين اللي هو السي بلعيد بويميد شفاه وعافاه الله، أيضا تحياتنا ودعواتنا بالشفاء طول العمر لزميلنا وصديقنا الأستاذ نجيب السلم الرئيس السابق للجمعية المغربية للصحافة الرياضية واللي على عهده نظم هذا المؤتمر بمدينة مراكش سنة 2005. فإذا هذا عمل جماعي، أعتقد لأنه اطلاع لقادة ورواد الإعلام الرياضي الوطني بمسؤوليتهم لإظهار مدى أن هذا الإعلام الرياضي الوطني ما أخذ هذا الشكل الجميل، يعني ولو أنا لا أريد أنني نخلط الأمور ببعض الجدل
الدائر وطنيا يعني حول الاختلالات اللي صارت الإعلام الرياضي الوطني، ونحن في حديث متواصل بشأنها للحد من خطورتها. ولكن كنعتقد على أنه هذا العمل اللي عنده بعد دولي وبعد متوسطي ممكن أن تكون له إن شاء الله انعكاسات إيجابية لتطوير الإعلام الرياضي الوطني. شكرا جزيلا لك الحاج بدر الدين الإدريس رئيس الجمعية المغربي للصحافة الرياضية، وأيضا الحضور ديالك في وتمثيلية ديال المؤسسة في المؤسسات النظيرة ديالتها أيضا عربيا وقاريا ودوليا. سي سعيد، أولا أتمنى الشفاء العاجل للأعمدة الصحافة الرياضية. الوضع ديال السي بدر ديال السي بلعيد بويميد مستقر مازال في الاستاذ، راه اتصل زميلنا استاذنا الحاج كمال الحلوب بالعائله ديالو وكنطمئن عليهم تقريبا يوميا. هذا واجب، هذا واجب ديالكم. يعني انا كنشكر السي الحاج بدر الدين ادريسي اللي ما كنعرفو بالتفاني في العمل ديالو، هو التلميذ ديال الأعمدة الرياضية اللي دازت سي كمال حلول، الأعمدة اللي ماتوا الله يرحمهم واللي باقي الله يطول عمره. يعني هذا تكامل بين الدول الثلاثة. نعم، إذا لحظات غادي نرجعوا لكرة القدم، غادي نرجعوا أيضا الفقرة أخرى. مازال كاين أيضا المدير التقني الوطني الجديد عز الدين اليابوري للجامعة الملكية المغربية رفع الأثقال اللي توا بدا كيدير واحد الجولة من أجل التنمية ديال هاد الرياضة، جولة في الأندية. كيبقى دائما على أن الحضور حضور متميز، وكيبقى على أن أيضا الأشياء الجميلة كيخصها تبقى ونبقاو ننميوها. الدوري الاحترافي الأول انطلق، والآن في خطوته الثالثة. الدورة الثالثة تجراو بالأمس جوج ديال المقابلات، اتحاد تورقة مع الوداد تعادل هدف لمثله. اتحاد تورقة كان سبق إلى التسجيل في الدقة 16 وأدرك التعادل في الدقة 37. أيضا المغرب التطواني والمغرب الفاسي، المغرب التطواني كان سبق إلى التسجيل في الدقة 68 واحتل الدقيقة 8 بعد 90، عاد أدرك فريق المغرب الفاسي التعادل. المغرب الفاسي ضيع جوج ديال ضربات الجزاء، واليوم كاينين ثلاثة ديال المقابلات. عبد الرحيم فكير، بالفعل أستاذ اسمه محمد أبو السال، كانت جوج المباريات يوم أمس اتحاد تورقة مع الوداد الرياضي اللي كانت مقابلة بدون جمهور بملعب بلدي بالخميسات، اللي ما كانش واحد المستوى التقني في المستوى الكبير، ولكن كان مستوى متذبذب ديال الفريقين معا، ما خلفوش ارتياح ديال المتتبعين ولا الجماهير ولا حتى المسؤولين ديال هاد الفرق بجوج. وبالتالي خصنا واش كنعتبروا مثلا الا خدينا الوداد كيبان على ان الوداد راه غير فريق كامل، 26 لاعب جديد، مدرب جديد، تقريبا واحد العدد ديال اللاعبين كثار الجداد، يعني كل شيء، فريق جديد بمدرب جديد اولا، ثانيا استغناء على 26 لاعب وجلب 20 لاعب جديد. هذا هو اللي عطانا ديك الصوره ديال الفريق. الكل كيتنبأ بانها تكون الوداد ديال مرتاحين للفريق ديالهم، تيشوف تيقول لك الفريق ديالنا هو خدام في تقاد، مازال ما عطاش داك الشيء اللي كينتظر مفتاح في اطار البناء ديالو. عنده هزيمه وتعادل وانتصار، في ثلاثه ديال المقابلات، 9 بوان دوم 4 بوان. بالفعل فريق اتحاد تورقة اللي كان نهزم في المباراه الاولى وتعادل وانتصر يوم امس، وتقدم حتى هو مردود جيد. فعلا انه غير التشكيله ديالو، لانه التركيبه البشريه ديالو غادروا مجموعه من اللاعبين، وفتح الفرصه لمجموعه من اللاعبين الشباب اللي كانوا من ضمنهم يوم امس، كانوا مجموعه اللي ظهروا في التشكيله ديال هاد الأندية ديال القسم الاحترافي الأول كيتنافسوا الآن، بغاو يصوبوا فرق ويكون عندهم لاعبين. أيضا كان عندهم مشكل ديال الديون والمنع، الآن حتى الآخر اللحظات كاين فرق اللي السنة اللي مضات تعاقد مع لاعب ولكن ما قدرش يلعبوا، لأن ما قدرش ياخذ لي لا ليسونس، عنده ليتيج، عنده مشاكل. هذه وضعية ديال كرة القدم كتبين على أن كاين جوج ديال السرعات، كاين السرعة ديال الجامعة الملكية المغربية، إمكانيات ديالها بالمخطط ديالها بالأوراش ديالها، وكاين أيضا سرعة ديال الأندية اللي خاصها بزاف، خاصها الخدمة. كاين اجتهادات معزولة ديال بعض هذاك، ولكن كاين إرث أيضا، كاين فرق اللي ورثت ديون. واش حنا دابا حنا ننظموا كأس إفريقيا
في البلد ديالنا، وحنا على بعد سنين باش نلعبوا باش نشاركوا كاس داك الكاس العالم التاريخي اللي يكون بفضل ديال الله وديال سيدنا بالسياسه الساميه ديالو، وحنا باقيين كنديروا كنضربوا على هاد لي سيج ولا هاد المنع ولا هذا ولا هذا. ملي تقول ديال الوداد جاب 24 لاعب ولا 16 لاعب، فين هو هاد العمل ديال التكوين وفين هو هذا؟ ويلا دابا انا كنشوفوا التوارقه والفتح وهما اللي كياخذوا اللعابه من الاكاديميه ديالهم، ولا الاخرين كلشي كيشري اللعابه. اش كيدير هذا المؤطر؟ انت اللي غتبغي تشري هذا المؤطر دابا. اش كيدير هذا المؤطر اسمع محمد؟ اش كيدير هذا المؤطر؟ لا ما نمشيش انا المؤطر، اش كيدير المنظومة الفريق واش الفريق مآمن بالتكوين؟ يآمن بالتكوين الا بغى يكور غادي يجيب ناس. علاش انت ملي كنتي مع كنتي فراج ناخذك عن تحت تقريب ليا دابا انا نحقر عليك؟ لا لا ما كاينش حتى مشكل، انا كنا كنخدموا. انت كنتي ملي كنتي كتكون عطيتي واحد المجموعه ديال انا عطيت اجيال 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 لهنا، وبقى الله يرحمه وعبد الرزاق الله يرحمه جواد الاندلسي الله يذكره بخير، جميع المدرات التقنيين اللي دازوا بلا ما نجبد سميتهم باش ما ننسى حتى واحد، جميع عبد الرزاق كل شيء يعني كاع اللاعبين الحريسي الله يشافيه، كنا الهم ديالنا هو نكونوا اجيال اللي تمثل. ملي كانت دارت الفيزيون ديال الرجاء والحليب كل شيء تيقول بان الحليب جات هذا، وكملوا رجاء الحليب من ورا ذوك اللي تيداروا ولات الرجاء ولاو كيلعبوا بها ولادها. بدا بامين، بدا نبيل مسلوب، حموده خربوش، سميتو المتولي، سعيد فتاح، حفيدي، والحاج باراك، ياسين الصالحي، المالكي مالوزون ما كملش المشوار ديالو لاعبين هذاك، وفي الاخر ديالهم هو حفيدي. من بعد انا خرجت البرشيد، ولكن هاد الناس كلنا تنقولش عبد ربي ضعيف، كنا شاركنا في التنمية. كان جمال فصحي ديريكتور تكنيك، وكنا كنديرو دي تورنوا، وكنا كنمشيو لفرنسا، وحنا خلي كنا نمشيو في الكار ومشي لعبنا فرين ولعبنا هذاك، ودرنا دوري هنا ديال الدار الكراون كازا بلانكا اللي باقي تعقل ديال محمد حضرتي فيه، وكنا فينال وربحنا مع انا داك سعيد خرازي كان هو الراجل المقابل ديال النهائيه، وداز يعني هذاك واحد ديبلاسمون رين كان فيها واحد 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 التشكيله يعني كيبانوا لك لعابه، كيبان لك الحد يحبس، كيبان لك سامي تاجينا يلعب، كيبان لك امين الرباطي يلعب، كيبان لك امين قزر يعني. وهذيك الفتره كان ايضا كان لوفيدريدو هذاك هو الوجه الصعيب المرآت هذاك ديال اللاعبين ديال اش كديروا في الفرقه المؤطرين ولا الدريكسيون اش كديروا. وانا على هاد النقطه ان 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 نطلب الشفاء للقريبي بان السي عبد الله غلام عيان شي شويه ما قبيحش الله يشفيه. المهم هذاك انا نموذج ديال المسير العقلاني، نموذج ديال التسيير اليومي في الرجاء، يعني هو بريزيدون كيجي مع ومن 8 الصباح يا بعض الله تسلم عليه وتحيي الشابو ما تيسلمش عليك، يعني علمنا شنو هو احترام الناس، وعلمنا شنو هو كتخدم بقلبك لهذا الفريق. مالغري لي سالير كانوا ان بو مينابل، ولكن هو كيعترف بان احنا كنا من الناس اللي خدموا هذاك 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 الواقع وهذاك التكوين لولاد الفرقه ديال الرجاء بكل تواضع. نعم عبد الرحيم فاشل بالموازات مع هذا العمل ديال المكون او ديال المؤطر داخل هذه الانديه اللي كيقول السي سعيد صديقي، كان كذلك العمل ديال الناس المسيرين، كان الايمان القوي ديالهم بالعمل ديال المؤطر، وكان هناك الزاميه ديال الاشراف على الرجاء والوداد والمغرب الفاسي والجيش الفرقي كلهم اللي جاوا راه تاسوا بولادهم وبداوا المباريات وبداوا المنافسات بولادهم، وكاين اللي لعبوا البراجات وطلعوا بولادهم، ولكن في الطريق بدا الاهمال ديال دابا الجامعه الملكيه المغربيه راه التكوين دابا غادا تكلف به هي غادا تجيب خبراء، وكاين اتفاقيه اللي تم التوقيع مع الاداره ديال المكتب الشريف للفوسفات والجامعه الملكيه المغربيه والخواص باش يمكن الان نوضعوا ثم هاد البطوله ديال التمييز اللي فيها واحد العدد ديال اللاعبين خصهم يلعبوا اللي عندهم السن اقل من 23 سنه. تفضل في هذا الموضوع باش نمشيو لكاس افريقيا
او دوري ابطال افريقيا وكاس كاف. الدوره الثالثه استاذ اسمح محمد ابو سال كما اشرت يوم امس جرى جوج المباريات، اتحاد توارقة تعادل امام الوداد الرياضي باصابه في كل شبكه، المغرب التطواني المغرب فاسي اصابه في كل شبكه كذلك. اليوم كاين مباراه على انطلاقه من الساعه السادسه، حسين تاكادير غادي يستقبل نهضه الزمامره بلا جمهور بدون جمهور. غدا الاحد جوج المباريات، النادي المكناسي شباب السوالم كذلك بدون جمهور. والساعه السادسه من مساء يوم غد الاحد شباب المحمدي غادي يستقبل اولمبيك اسفي. وشوف شحال ديال المباريات طلب لي عبر المنبر ديالكم موقر، علاش انا دابا كنشوفوا دابا حنا اون بروش لعبوا كاس افريقيا عندنا وكاس العالم وكنشوفوا البوبليك، واش دابا هاد انا كنهضر على المسؤولين الامنيين، واش ما قاديش مثلا جري مكتب سميتو الملعب ديال غير باش نحدوشكم. شوف هذا تيكون قرار عاملي العماله ديال المنطقه كتقول لك على ان راه بحال الا قلتي مثلا فرنسا ولا قلتي يقول لك بداو غاديين في واحد الاتجاه تيمنعوا التنقل ديال الجمهور من مدينه الى مدينه. فرنسا واسبانيا ويكلوا عمرك شتيها؟ واش دابا حنا دابا كنشوفوا الجمهور ديال الفريق الضيف اللي ما يتنقلش. ولكن دابا بحال البارح وكان داك التيران ديال 20 غشت عامر، تشوف مستوى اخر، تشوف لاعب موتيفي، تشوف لاعب ولكن سي سعيد الصديق راه القرار العاملي كما قال الاستاذ السي محمد ابو السال راه كيجي بناء على الاحداث اللي كتكون واقعه في مباريات سابقه. راه باش نكونوا صراحه شحال هذه ما شفناش الان لا تكلمنا اليوم على انا اللي ما شفناش لا سي سعيد الصديق لا تكلمنا الان على المباريات ديال الرجاء والوداد بالملعب العربي الزاولي اللي تفتح لهذا العام، راه احداث راه الناس كيتشكاو تما كاين في هذيك المنطقه احداث تخريب ديال السيارات ديال الناس الخواص راه كيتكلموا عليهم. انا كندويش على الجمهور الحقيقي. انا غادي نحيلك على موضوع اللي مطروح دابا للنقاش، نهضه الزمامره تستقبل الدفاع الحسني الجديد ويكلو وبلاتي هذا كان قرار عاملي تيقول لك كان حيث ان كان واحد اجتماع تنسيقي امني وكاين اجتماع مع الفرقين بجوج وكاين ايضا سوابق في ديك اللجنه ديال الشباب. انا ملي سولت على الملعب اللي خايفين منه الطاقه الاستيعابيه ديالو 4300 سي بنور لا الزمامره ملعب الشهيد احمد شكري اللي غادي يستقبل. الان ملي مشاو الجمهور هو ما جاش ولكن وقع واحد الاحتكاك ما بين المسيرين، الدفاع الحسني الجديد غادي بواحد 20 وصيفط لهم 48 ساعه صيفط لهم قبل اللائحه صيفطها للعصبه الوطنيه لكره القدم الاحترافيه وصيفطها لنهضه الزمامره، علما ان اللي كلفوا السيد العامل هي واحد كلف الامنيين والسلطات المحليه ومدير الملعب. هذو اللي جا في القرار ديال السيد العامل، هذا مازال غادي يرجعوا له غدا ان شاء الله. وقع خلاف المباراه جاتهم يعني دخل ربما من العماله باش يمكن يدخلوا هذوك الناس. نهضه الزمامره تيقول لك على ان هذاك السيد اللي حبسهم تيقول لك حبسناهم لان هذوك 20 فيهم شي وحدين هذوك غير اصحاب الرئيس ديال الدفاع الحسني الجديدي وهذوك مقربين ليه وكذا وكذا، الاخرين تيقول لك لا هذوك خدامين معنا هذوك اعضاء في اللجان واعضاء تينتميو للفريق وبما ان احنا صيفطناهم لك في لاليست خاصهم يدخلوا. وقع مشكل من بعد هذوك ملي دخلوا ما سالاتش المقابله والان باقا ما سالاتش باقا الان حرب البلاغات سالات ربح فيها الدفاع الحسني الجديد بجوج لواحد وباقا البلاغات البلاغ بقى المعركه ديال البلاغات تمشي للجنه الاخلاقيات غادا تمشي للجنه الاخلاقيات لان كاين بعض التصريحات اللي تقالوا تيكون تيحس باللي البعض فيهم على ان كاين هناك مس. يلا فين غنمشيو؟ هذه الكره هذه منطقه اللي خاص يكون واحد العلاقه كبيره توأمة ما بين الدفاع الحسني الجديد شي الدفاع الحسني الجديد اللي كانت في القسم الوطني الاول قبل ما يلتحق بها نهضه الزمامره الطاكسيات اللي كانوا كيجيو من الزمامره واحد العدد كبير هزي الناس باش يجيو يتفرجوا في المقابلات. انا كيبان لي هما بداو تيقول لك حكار احنا ملي طحنا الاخرين ما كانوش عاونونا كان مشاكل بيناتنا الدفاع الحسني جد تيقول لك حنا لاعبين على الطلوع ونهضه الزمامره عطاو التيران للكوكاب وحساب انت دابا على حسابات كذا هادشي ماشي قبل ذلك استاذ اسمح محمد ابو زال الزمامره كيقول لك بانه لاعبين من اجل تفادي النزول والبرشيد تلاقوا جديده تلاقات استضافت برشيد وانهزمت جديده في جديده هناك تداخل في الاراء وتداخل في هاد على حسابات بدا كيتشرق هادشي بدا كيقول كل واحد شوف فين فين مشى بينما وحده الجغرافيه
راه بيناتهم شي 80 كيلومتر 60 كيلومتر لا لا كثار ما بينات جديدة وزمامرة هذا سي حمد المشكحلي يمكن حساب شحال كان تحيد سيدي بالنور. إذن كاين هذا المشكل ما بيناتهم وقراب كان خاصهم يفتحوا واحد الأفق ديال التعاون مزيان جوج فرق تما كاينه ديال القسم الوطني الاحترافي الأول ولكن سيدي محمد على لجنة الأخلاقيات ما خصهاش تطول خص تحبس هذه المراجعة خصها تحبس وتحكم لمن يستحق الفوز يعطيو ليه واللي ما يستحقش ياخذ. نعم ناخذ فاصل قصير وصلنا للساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة ثم غادي نرجعوا إلى المشاركة ديال الأندية المغربية الثلاثة النهضة الرياضية البركانية اللي قطع وعبر داز الدور ديال المجموعات في انتظار الرجاء مساء اليوم وغدا الجيش الملكي. بقوا معنا. النهضة الرياضية البركانية المغربي وضجي اف سي من البنا بالأمس. فريق النهضة الرياضية البركانية المغربي أرسل الكرة خمسة مرات بعد ما انتصروا عليهم بجوج الصفر في الذهاب كان تصروا عليهم 5-0 في الإياب. عبد الرحيم فكير بالفعل أستاذ اسمه محمد أبو السال بعد مباراة الذهاب اللي كانت انتهت بجوج الصفر يوم أمس بالملعب دي بركان استقل الفريق نادي بركان فريق داتجي البنيني كانت سيطرة مطلقة للفريق ديال نادي بركان وبالتالي حقق تأهل دور المجموعات بكل سهولة وكنعرفوا المسار اللي كان وقع عليه فريق نادي بركان في السنوات الأخيرة في كأس الاتحاد الإفريقي وكان بطل وكان لعب النهاية ديال الموسم الماضي نادي البركانية يعني ولا متخصص في هاد كأس الكاف نادي البركانية خصو اللقب ديال البطولة اللي مازال البطولة لقب كأس العرف عنده كأس العرف عنده كأس الاتحاد الإفريقي عنده الكأس ديال السوبر ديال المغربي اللي كان شارك فيه ضد الوداد الرياضي الآن من خلال التركيبة البشرية ومن خلال الانتدابات اللي كتكون مقننة أستاذ اسمه محمد أبو السال ولا غنطرقوا لها غدا ديال جميع الأندية فريق نادي بركان انتدابات في المستوى هذا الموسم وربما غادي ينافس بقوة لأنه وضع المسؤولين ديالو نصب الأعين ديالهم هو لقب البطولة هذا العام بغاو يفوزوا باللقب ديال البطولة كنشوفوا الحضور ديال الجماهيري لأنه كانت أو بيع بطائق الاشتراك بطائق الاشتراك اللي كانوا كان إقبال والأكاديمية خدامة كان إقبال كبير جدا. أنا اللي كنحيي في الإكيب ديال حكيم عبد الله كجو ساليو بزاف مناسبة على تسيير المنهج ديالهم وتجديد الثقة في المدرب التونسي وأنا الآن شفت المقابلة ديال الرجاء وبركان في ملعب مركب الزاولي وشهدت وآمنت بأن أرى اختصاصات مهمة يعني ملي كتخلي المدرب واللي كتحمل في إدارة التقنية بطبيعة الحال في اختيارات اللاعبين وحي المدرب التونسي لقاش اللي كيعرف يفكر ويقول بأنه دابا بركان ولا كتلعب كيف كانت تلعب الترجي هذا كان هو المدرب الترجي وحنا شفنا الكوس اللي فاز بها هذا المدرب التونسي يعني ولينا كنشوفوا فريق كيصبر فريق كيدور بلاعبين هذاك والانتدابات نجاحه منتظر ديال السوكسي ديال اللاعبين اللي جاوا شنا حارس كبير شنا دابا سيس غانم سيس هو وقع في الكشوفات ديال الفريق يعني الله يعطيهم الصحة. دابا ملي كتشوف منير المحمدي وكتشوف غانم سيس وكتشوف هاد الانتدابات كلهم كتقول ودي هاد الناس راه كيوجدوا باغيين يديو اللقب ديال البطولة. هذا هو المبتغى الوحيد حيت دابا هما تربعوا على هاد كأس الكاف اللي طلعت لهم وقلها في روسهم خصهم أموا يلعبوا تشامبيونز ليغ وبيان بريمير بلاس وديزيام بلاس وأنا كنقول بأن بركان قادمة سمعت بعض المنابر بأن بعض المرات بركان مي كتكون بركان ما لعبش مع شي فرقة عندها باع كبير في البطولة الجمهور كيتهاون كيمشي السعيدية ولا كيمشيو كيمشيو يقتلوا الفرق ديالهم خصهم يجيو وخي يلعبوا مع نهضة القارة مع احتراماتي نهضة القارة ولا وفا وداد ولا أي فريق لعب وخي يكون ينتمي شي قسم إلا ويجيو يحضروا يأتوا ذاك الملعب. فوزي القجع بدايتهم عن النهضة الرياضية البركانية وصعود النهضة الرياضية البركانية واللمسة ديالته على الفريق ديال المدينة ديالو مسقط الرأس والقلب ديالو وبصمته على كرة القدم. شفتي كيفاش كاين ملي كتشوف رئيس كتشوف مسؤول كيف
كان عنده واحد التأثير، راه المولودية الوجدية راه كانوا عندها وزراء، راه ما داروا لها والو. المواكبة اليومية ودابا كان عندهم عند السير ديال، ولكن دار ناس شخص حكيم معلوم ومجيد مدران وهذا اللي شدوا التجربة ديالهم شاو غادين به من وجده، غادين به من كيمشيو من بركان غادين كيدوروا به، وهم الان هما كما قال سعد الرحيم داو سوبر كوب، داو كوس افريقيا بثلاثه، دازوا مدربين كبار باش تجيب هذا المدرب ديال واللاعبين كبار، باش تجيب دايو راه كيلعب في ليكيب ناسيونال كابيتان ديكيب، هو شحال من عام لعب دايو في الفرقه وباقي كيسجل، وباقي كيسجل، واللاعبين اللي دازوا الاعمده اللي كانوا ولا كابيتان ديكيب عزيز ولا 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 سميتو لونسيان جوار بكر الهلالي ولا، يعني لعابه اللي وبقى الاحترام هي المؤسسه. تكلمتي سعد صديقي على المسيرين، حتى الان المسيرين عطاو الصلاحيه للمعين الشعباني، المعين الشعباني اقدم على تغييرات جذريه في الطاقم التقني ديالو، استغنى على المساعدين بجوج ومدرب ديال الحراس، وجلب مساعدين ديالو خاصين، وكذلك المعيد البدني ومدرب ديال الحراس. هنا كنشوفوا كل واحد كيعمل في اختصاص ديالو، المسيرين في اختصاص ديالهم والطاقم التقني في اختصاص ديالهم، وهما بداو كيجيو الثمار ديال الانتدابات ولا النتائج. ما كاينش شك الثمار جايه، ونتمنى من الله باش 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 هاد المون الشعباني يعطينا درس في احترام اختصاصات. نعم، الرجاء الرياضي المغربي وسمرتكس من غانا، الذهاب كان بجوج بجوج اليوم ياك مع التمنية، اليوم انطلاق من الساعة الثامنة من المركب الرياضي العربي الزاولي. أولا جوج جوج كانت واحد، أنا شفت المقابلة، الملعب سيء سيء، توقيت هو كان سيء، يعني هذاك الشيء كاع اللي كان سيء تما غيكون مزيان هنا. نتمنوا من الله الحكم، أنا كأطالب وناشد الكونفدرالية الإفريقية باش دير في هذا في الدور التمهيدي دير الفار، دير الفار ما يمكنش أصحابي جميع القارات دابا الفار ما ديرش الفار ودير وتل الدور التمهيدي بلا فار كيفاش غادي شنا المغرب الرجاء نهار تقصات مع هذيك واحد تونغيت السنغالي. دابا المقابلة اليوم كاين الغياب ديال زريدة، بأن زريدة عقوبة عقوبة يسحقها إلى 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 الرجاء، طاعت عليه بواحد الغرامة مالية يحقش، ماشي من السلوك ديالو، دار مقابلة جميلة ماركة وكنا بإمكاننا، ولكن اليوم من دقيقة واحد الدقيقة 90 و 95 خص الرجاء تكون ما يتسجلت عليها، وكانت الرجاء خصها تلعب بواحد البلوك. نتمنى التحكيم تاهو يكون مزيان. التحكيم كنظن بانه دابا كان استياء من التحكيم، ماشي استياء نورمالمون، هذاك خصو يتعاقب هذاك الحكم ديال المقابل الذهب، ولكن كنظن بان راه حتى الفريق ماشي شي فريق كبير ديال الغانا، حيت غانا لا بليبار دي جوار لي عندهم الكاليبر كلهم خرجوا للدول الاوروبيه. كنظن بان الرجاء تفكر في الدرس ديال السنغال باش دوز وهذه مقابله باش يدوزوا للمجموعات الجيش الملكي والمغربي والمريخ السوداني تما جوج يوم غادي ننطلق من الساعه 7 ملعب مولاي الحسن مدينه الرباط. اذا الملعب ديال مولاي الحسن مازال مفتوح فهاد السلطات راه عاونوهم مزيان، يبقى المريخ السوداني بتاريخه والجيش الملكي المغربي بتاريخه بالفعل، لان الجيش عنده ما يكفي من الامكانيات. كاين عقوبه انضباطيه ديال الحارس مهدي بن عبيد اللي تم الحاق فريق الامل، ربما كان عنده اختلاف مع المدرب البولندي في المباراه الذهاب. شوف هو كيخصو يفهم على ان الحارس مهدي بن عبيد دولي بيان سور، ولكن راه باقي ما لعب حتى مقابله مع المنتخب الوطني المغربي، هو دولي حبيس الاحتياط ما عندوش حق انه يرفض. واحد اللي كيقدر يرد اللاعب يرد ليه راسه فوق كتافه، انت كتعرف انت راك مدرب ولعبتي، هو المدرب ما كاينش الامتثال والانضباط، تكون كيف ما بغيتي راه كيجي زياش كينزل للامانه. راه الحارس اللي كاين دابا ايوب راه لعب عندي ابتعاد تمره راه بون كاديان، الجيش الملكي راه جابو حارس اخر وشاد بها الحمياني واش بدا سميتو الشاد المصطفى في بعض المنابر بان هذا ايوب
هذا اللي كيحب دابا ايوب مجموعه بولبير ايوب بولبير لا ايوب الحارس ديال لا ديال الجيش ايوب اللي كان في تمارا هو الحارس الرسمي راه عنده دي كاليتي راه كل ما توعد في الكوتو كان يمشي بعيد لكن هذا 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 فريق عنده مجموعه ديال اللاعبين كاين شي لاعب كيسني كيوقع مع شي فرقه باللي انا رانا تيتفيلير غادي نلعب كاع ممكن انت كتجيب الفريق كيجمع اللاعبين ديالو كيعطيهم للمدرب راه اشارته اختيار هو المدرب تيختار الاكثر جاهزيه لان المسؤوليه ديال النتائج ديالو اون بليس كاين غارديان بوت كاين مدرب غارديان بوت راه سي لوي كي اسيوم هذا المدرب يهضر مع المدرب المهدي بن عبيد حارس مرمى كبير متميز معولين عليه معتمدين عليه يعني ما خصوش يرفض الجلوس كرسي الاحتياط ولكن حتى الاداره التقنيه ولا المدرب من نزلوا للسبور عطاو واحد يعني هذه هذا اكثر من ذلك الحاقوا بفريق الامل وغرامه ماليه 9 مليون انا ضد انه يهودوا الامل علاش كان هودوه واحد لا كاتيجوري هذا اللي غنهودوه شنو العقوبه نهودون الامل واش الامل هو فريق في بلاصه كنعاقبوا فيه الناس فريق الامل ما خصوش يكون مكان بينيتونسيا ديال تنعاقبوا فيه الناس لا مهبط راه يحبس والحارس الرسمي ما لا العقوبه خصها تكون ماديه بما اننا في الاحتراف الخطا كاين سلم ديال العقوبات ماديه هذا قانون داخلي ديال الفريق نهبطونا عند هذوك الاخرين ولا كان هو هذا الولد يعني متنطع حنا لا ما كنقولوش هكذاك وغادي يكون مع لاعبين اخرين واكبر منهم علاش نهبطونا تما تربويا لا ناخذ فاصل قصير ثم غادي نمشيو عند زميلنا ابراهيم الفلكي يبقاو معنا اذا الحد موفق للانديه المغربيه المتنافسه في الكؤوس الافريقيه وجوج ديال الكؤوس كاس الكاف ودوري ابطال افريقيا هنيئا للنهضه الرياضيه البركانيه المغربيه الان يعني كتعبر الى دور المجموعات ولكن بواحد الاريحيه وبقوه سبعه ديال الاهداف جوج عند الخصم وخمسة في مدينة بركان قضات الغرض هذا هو النتيجة ولا حيد بالفعل باقى الرجاء اليوم الرجاء اليوم اللي هو اللي كنتمنوا لأن الرجاء تعادلوا بإصابتين مقابل إصابتين في كل شبكة مع سمر تيكس الغاني اليوم كاين الإياب هنا مدينة الدار البيضاء الحكم غادي يكون من الكونغو ميسي جيسي انكونكو هذا هو غادي يكون هو الطاقم ديال التحكيم كنعرفوا كما قال سعيد الصديقي المعاناه ديالهم في لقاء الذهاب فريق الجيش الملكي توا بنفس النتيجه بعد ما كان متاخر في الشوط الاول في لقاء الذهاب امام المريخ السوداني عاد في الجوله الثانيه وكان بقوه ظهر بواحد المستوى مخالف للجوله الاولى وسجل جوج الاهداف من ضربات الجزاء وبالتالي عاد النتيجه ديال الايجابيه نتمنوا يحققوا استاذ رحيم الحكم ديال الجيش الملكي من ساحل العاج غادي قياده كليمون فرانكيلين والمساعد ديالو من المواطنين ديالو ادو هيرمان وكاليلو بومبا هادو من الحكام من ساحل العاج نتمنوا كما قلتي لانه الرجاء عانى الشيء الكثير لان الهدف الثاني ديال الفريق سامارتاكس الغاني تسجل من شروط واضح جدا والحكم الكونغولي الحكم اللي كان من الكاميرون تغاضى عليه بلي كان الحكم التحكيم ديالو سيء حتى في النقاش ديالو مع اللاعب زريده راه وجه ليه مباشره الورقه الثانيه الصفراء وبالتالي الطرد اللي غادي يعاني منه الفريق الرجاء اليوم أنا مشيو للسوق عين على السوق الميركاتو كيبان لي على أن ما كاينش شي ملاير أكبر صفقة دارها مغربي مؤخرا اللي انتقل من فريق إلى فريق كيفاش مشى من لانتر دو ميلون إلى البي اس جي أشرف حكيمي 68 مليون ديال اليورو 68 عندما ترى أشرف حكيمي يتحرك 68 مليون يورو تتحركوا في وسط الملعب هذوك اللعابه كلهم اللي كتحصيهم كتشوف القيمه التسويقيه ديالهم هي ملايير تتحرك في الرقعه يا كاس ابراهيم الفلكي اولا انا هذا الشيء ديال الفلوس غادي ندوي فيه ولكن تحياتي لك اولا لانك تمتعنا لما تجيب لي السي سعيد الله يخلف عليك السي ابراهيم لان هذا كيغيب بزاف هو دابا تيعرف راسو بانه عزيز راه عنده راه ما عندوش عنده وليداته راه عنده وليداته الله يخليهم للزوجه الكريمه انا البي النداء دائما عندما يتصل سيدي محمد على راسي وعينيا وكما قلت في الاول ما عنديش مشكل كي دايره صحيحتك كي دايره وليداتك كلشي مزيان حتى انا كنتوحشوا اصوات ديالكم
أنا أسعد لما كنت نشوف تتلعب، وزادت سعادتي كإطار وطني وبكاريزما وبحضور وبأنفة وكبرياء تشتغل السي سعيد. لا لا يخطيك، هذا من فضله. يعني أنا اللي بان لي هو أن نخليك تحيي بهذا تحية لسعد رحيم فكير. تحية متبادلة سي سعيد. سعد رحيم فكير أنا هو تحية لك، لأنك تدير بك الرادار كتجيب لينا شي حاجة ما كتدورش. ما كاينش. أنا قلت واحد قلت لا راه عنده الرادار والفار دابا، هو راه عنده جوج خدام بهم بجوج. المرات الفار عند عبد الرحيم احسن من داك الفار ديال التيران، ما كيكونش خدام وتيبقاو الزابط كيدو بيناتهم وتيقول لي واش نديروا مع دابا هاد اللعبه، نقولوا لهم ما كاينش الفار ونسلكوا الامور، ولا نقولوا بيلانتي وحنا دابا فاهمين بان الفار ما خدامش، ولكن عبد الرحيم الفار ديالو تبارك الله عليه تبارك الله عليه. سي ابراهيم نبدا معاك. اولمبيك انسو حسنيه اكادير اتحاد طنجه شباب المحمديه، اربعه ديال الانديه، انتم ما شريتوا والو، واش حيت ما عندكمش فلوس ولا حيت انتم صافي بغيتوا تعتمدوا على اللاعبين ديالكم في اسفي؟ هذا الان هذا الموضوع ديال المنازعات خاصنا نناقشوه، كيفاش تسبب للمغرب هذه المنازعات؟ كيفاش؟ لان تم التباهي بالمغالاه بحال شي واحد في المهور كيقدم مهر غالي شحال ديال الفلوس، وفي الاخر هذوك اللي تنديروا لهم هادشي تنبقاو تنتباهوا معين في المستوى ديالهم عيان، او كاين اللي ما تيلعب شيء، وخلقوا لنا مشاكل للانديه المغربيه كلهم. الان المنازعات اللي كاينين، راه حتى شي فريق مغربي ما سلم من المنازعات ومن هاد 13 المليار 5 المليار 10 المليار، ولكن المستوى ضعيف جدا. السي سعيد الصديقي يعيش هذا المشكل. فريق اولمبيك اسفي ارتضى لنفسه، اللي عرف هذا المشكل كاين ارتضى نفسه، لان للرئيس وبالبعض المسيرين تحملوا خلال هالثلاث سنوات المشكله ديال المنازعات واداو خلصوا، ولكن دائما كاين الكميل ديال السنوات الماضيه اللي كترجع عليهم. ولكن الان وضعوا استراتيجيه، الرئيس وضع استراتيجيه وهو هذا المركز التكوين ديالنا اللي عندنا في اسفي اللي هو منتج جدا، واغلب الفرق المغربيه فيهم اللاعبين من فريق اولمبيك اسفي والمركز ديال تكوين الناشئين. الان هناك توافق ما بين استراتيجيه الرئيس وتفكيره والمدرب السي امير كرما من اجل خلق نموذج قوي جدا ومنتج جدا، وهو الاعتماد على لاعبي مركز تكوين الناشئين مع بعض اللاعبين اللي احتفظ بهم الفريق او اللي هما فضلوا على انهم يوقعوا الفريق من اللاعبين القدامى اللي لعبوا السنتين او ثلاث سنوات الماضيه نظرا للثقه المتبادله بينهم وبين الرئيس. ولكن اللاعبين اللي الان تنشوفوهم من الامل في الفريق الاول واللي غادي يلعبوا جوج المقابلات اضافه الى ديال التميز واضافه الى المقابله ديال امام شباب محمديه، كيبان على ان كاينه ثقه المدرب وثقه المكتب المسير في اللاعبين وحماس اللاعبين في التناغم. يجب ان نهتم إذا كانت الجامعه والمكتب الشريف للفوسفات ارتضوا طريق جديد للتكوين للمئة سنه القادمه على حساب البرنامج ديال لوسيبي. الان خاصنا نكون حنا وجدنا عندنا ارضيه، عندنا واحد الصفوه ديال اللاعبين على مستوى مركز تكوين الناشئين. وصحيح على ان هذه معاناه ومجازفه، ولكن فريق اولمبيك اسفي بفضل الكفاءات ديال المدربين، وانت تعرفهم السي محمد ويعرفهم السي سعيد وغيرهم، اغلبهم كانوا لاعبين بفريق اولمبيك اسفي، عندهم شهادات اللي معترف بها ومؤهل باش يدربوا، واللي اشر عليها السي جمال فتحي جمال بكل تقدير وبكل تشجيع، الان يشرفون ويكونون. والدليل على ذلك ان المنتخبات الوطنيه في مختلف الفئات العمريه تجد منها لاعبين او ثلاث لاعبين في هذا المنتخب، وهي اللي اعطتنا ذاك النتيجه. دابا السي ابراهيم، كاين مجموعه ديال اللاعبين اللي مشاو احترفوا بين قوسين، حتى حنا عندنا الاحتراف في المغرب من 2011 2012 عبارة الموسم الثالث عشر في الاحتراف. لاعبين اللي مشاو من البطولة الوطنية، اقتصاديا كنطرحوا السؤال، واش بطولتنا منتجة ولا مستهلكة؟ حتى الآن هي مستهلكة لأن الديون كثيرة والفرق المهددة بالإفلاس كثيرة والمشاكل. حتى دابا هاد اللاعبين اللي كيمشيو من المغرب تيكونوا مستوى ديالهم تيكون بعلقطات مستوى متميز، ولكن الطريقة باش كيمشيو
والبلايص فين كيمشيو تيبان على ان ما عندناش شي لاعبين اللي مشاو لبطولات كبيره في بطولات اوروبيه كبيره بمبالغ وصفقات كبيره اللي يمكن ليها غدا تعطينا واحد مردود ديال العمله الصعبه للمغرب. داكشي قليل. كاين بعض اللاعبين اللي مشاو, كاين على اجر راي من الجيش مشى للهند, كاينين اللاعبين اللي مشاو لفرنسا كتلقى توفيق بن طيب, كتلقى لاعبين اللي مشاو ناديمو سوبو اللي مشى العجمان الامارات, كتلقى زاخو ديال العراق, ايوب نناح, كتلقى رضوان الكروي اللي مشى برجاء بني ملال مشى للسعوديه القسم الثاني, يوسف شريف من الرجاء الاتحاد ديال السعوديه, المهدي موهو من الرجاء دينامو موسكو تقريبا, هذا شويه هذا هو الانتقال اللي كان, كاين الاهلي, كاين الفرق اللاعبين اللي مشاو للاهلي, الاهلي المصري كاين, نعم الاغلبيه استاذ اسمه حمد ابو سالو سي ابراهيم الزوين سي سعيد صديقي, هو كان انتقال الدوريات العربيه, هذا هو اللي شفناه من انتقالات الاغلبيه من اللاعبين للخليج من الدوري الوطني, نفس اللاعبين ونفس المشكل اللي كيطيحوا فيه الفرقي هو انه نفس اللاعبين اللي كينتقلوا من فريق لفريق, كل موسم كنشوفوا لاعب فريق الموسم الاخر لاعب فريق, ولكن المستوى ماشي بالمستوى, كيكونش مستوى ضعيف وضعيف جدا بكل صراحه, لانه من خلال المتابعه يعني ما درناش الصفقات اللي وازنه, صفقات اللي غتعطي واحد الدفع للفرق, نعم. على غير النيبت في يامو ولكن دابا دائما هذا اللي يجيب اللعابه كيسوى مدير رياضي ولا مدير تقني, ياك باش نكومونس بالبدايه, الى البريزيدون هو اللي كيجيب اللعابه الفوا طون دراسان قسكم انت, اما دابا اللعابه كيخصهم يدخل فيهم المدير التقني والمدير الرياضي والمدرب, وما على تعيد هذا الانتداب هو رئيس المادي, ما هو مادي الرئيس كيحسن الصفقه كيحسن, ولكن اللي يجيب لعاب على البوست اللي خاصنا مثلا في الرجاء ولا اي فريق ما, وكنشوفوا مثلا بوست مثلا لقيت اللي كنت انا اخر سنه سنتين الاخرى ديال الكاريير ديالي في فئات عمريه بريبارينا والحاج على قرب نهايه المطاف نهايه ختم المشوار الكروي ديال جريندو, ولقيتها فاش لعب انا مشيت للزونطريمون وقلت لجريندو هذا راه امانه في راسك, ها هو حاج جريندو غادي يكون كيسمع, قلت لي امانه في راسك عاود كمل ليه تكوينك الشخصي, وهذا هو قسما بالله راه حضرنا ملائكتهم وعاد جاتني بالمعلم وعاد بجا الصالحي وعاد بجا وكل واحد والبدايه ديال, نعم الميركاتو كيبان لي على ان مجموعه ديال الفرق اللي هما ممنوعين من اربعه الانديه اللي ممنوعه, ياك اتحاد طنجه شباب محمديه اولمبيك اسفي وكاين بعض الفرق اللي تل اخر لحظه عاد منهم فريق من الرجاء الرياضي, نعم داكشي كثير لانه من دابا الفريق اللي دار اكبر عدد ديال الانتدابات هو فريق الوداد الرياضي, فيه لاعب من البرازيل من بوليفيا, دي جوار من البرازيل, لاعبين من البرازيل كان اخر صفقه, اللاعب الثاني من البرازيل كانت في اخر لحظات ديال, كاين بعض الانديه في القسم الثاني حتى لاخر دقيقه من يوم ديال الانتداب اخر يوم انتدابات عاد تم رفع المنع, مثلا كان رجاء بني ملال اللي كان عندهم منع الدولي حتى اخر دقه اللي تم رفع المنع الدولي. كاين ظاهره اخرى في الدوري الاحترافي المغربي الهجره المعكوسه, كاينين اللاعبين جاوا من انديه احترافيه في الخارج وجاوا ابراهيم الفلكي. اخي انا هذا الموضوع ديال الانتدابات والمنازعات انا كنقول لك على ان فريق اولمبيك اسفي الان يؤمن بهذه التجربه التي دخل بها, يؤمن بها علاش؟ لاننا الان على اذا شفنا السوق ديال اللاعبين على المستوى الوطني شفناها, اعطيني المستويات اللي كاينه باش يمكن فريق يقوم بعمليه انتدابات لاعبين ويجيبه وتكون مكلفه وهو مسموح له بالانتدابات. الان فريق اولمبيك في هذه التجربه الى نجح فيها غادي يكون ضرب عصفورين بحجر واحد, اولا يتجنب الخسارات الماديه المتكرره والاستنزافات اللي كاينه, ثانيا انه سيكون ربح مجموعه ديال اللاعبين اللي لعبوا في القسم الوطني الاول الاحترافي
ولعبوا في التميز وعطاهم الفرصه وتالقوا وخذوا التجربه. وبالتالي الان حنا كنشوفوا المباريات اللي كاينين غير مع بدايه البطوله مستوى ضعيف جدا، اللاعبين ما تيلعبوش حتى 90 دقيقه كامله، كاين تهاون كاين تحايل. والمقابله ديال البارح اللي شفنا بلا ما شفناها، راه الا حسبنا عدد الدقائق ديال الوقت بدل الضائع غادي نكونوا شي 16 دقيقه ماشي 7 ماشي 9. وبالتالي تجربتنا في اسفي اذا كان الرهان عليها سيكون رهان ايجابي. ابراهيم تفضل سي محمد. فانا يعني بطوله كيخصها تكون منتجه، لماذا؟ لان راه ملي كاين الفريق النادي كيعتمد على التكوين ويؤمن بعدا كيأمن، لان كاين واحد الاشكال كيتطرح الان اللي غادي ما غاديش يبقى في المستقبل هو اللاعبين القدامى. انت كتلعب مع الفرقه وكتمشي في حالك، ما بقيتيش انت لاعب، هذا الاحتراف، هذا ما بقاش فرقه عندها ولادها، يعني هذه فرقه كتجيب الناس كتبناهم كيخدموا تيمشيو، ما بقاش ذاك اللاعب القديم. لا لا ما بقاش وهادشي دائما انت كتلح عليه، كتقول بان غادي يجي واحد النهار الفريق ما عندوش اللعبه ديال القدام. وثم السي ابراهيم، لان اللي دابا ملي كتجيب انت كتكون لاعبين راه في نفس الوقت انت اللي غادي تستثمر، انت اللي غادي يكون عندك مداخل، عندك الاكتفاء الذاتي بشري، وثم ايضا المبالغ في الاخير خاص تشوف التنافس اللي خاصو يكون. هو كل فرقه في نهايه في 30 يونيو كل فرقه شحال ديال اللعابه اللي كونات واللي كتلعب في الفريق الاول والفرق الاخرى ديالها، ثم ملي نكون غادي ندير التقرير المالي شحال دخلتي في الترويج والتسويق ديال اللاعبين. دابا حنا ولينا، انا راه كيضرني الخاطري ملي تنسمع تيقول لك على ان الفرقه رفعت المنع، وديروا احتفاليه باللي رفع المنع تا هو يولي انجاز اسيدي. وبعد المسيرين يعتبرون انجاز استاذ محمد. عندك الدون وملي كترفع عليك الدون كتفرح وكدير، خاصك ديك الساعه الا ترفع عليك الدين تشوف كيفاش باش 30 يونيو تخلص الدروس، تخلص الدروس ما يتسالك حتى شي واحد، كتولي انت باش تلقى. نعم ابراهيم، هذا الموضوع السي محمد ديال الان اللي الدوله غاديه فيه والجامعه غاديه فيه هو ديال التكوين. الان احنا بغينا الجميع يتفق على ان التكوين على مستوى مراكز التكوين امر ضروري ولا مناصري، ولكن احنا على مستوى الانديه المغربيه راه لفت شوف مراكز التكوين ما خدامينش. اذا ومراكز التكوين اللي خدام من هو المركز ديال اسفي، هو مركز منتج من دود الشنا وجلاله الملك، وهو يقدم ماشي غير الفرق الاولمبيك اسفي، اسماء تظهر وفيهم اللي تيبدل نظرا للظروف والتفكير. لكن هاد الثلاث سنوات وديما تنقول بان فريق اولمبيك اسفي وصبط عنده ثقافه ديال التسيير، ثقافه ديال التدبير، ثقافه ديال كيفاش يمكن ليه يتصارع على البطوله، كيفاش يمكن ليه يلعب على الكاس، وهذا ما خلى الفريق كل سنه الرتبه الرابعه يتنافس. سيدي هانئا لكم السيدي ابراهيم، غدا نكملوا الحديث، غادي يكون غدا عندنا الموضوع ديال الكاس. سؤالك السي ابراهيم هو نعم. مثلا اسفي أنا شي تلقوا هذاك يونس النجاري، علاش؟ هو ماشي هو اللي تلقوا. لا لا يونس النجاري قالت ليه الكونتر. هو سا كونتر، ودابا هنا تيبقى التفكير. لا لا دابا هذاك الدري أنا باغي جبته من العريش لوداد تمارة. يعني قالوا لي مشى، أنا سمعته دابا في الراجع ياك؟ نسينا في آخر لحظة. من الكويت، ولكن النادي الأسفي انا بقول لك السي سعيد معلوم بسرعه راه عندنا الفصل في ثلاث ثواني. اللاعبون جميعهم بعد نهايه الموسم كان اجتماع مع الرئيس وقرروا جميعهم وهو ثلاث الموسم ديالهم، قالوا باننا حنا غادي نمضيو ونجددوا لموسمين قادمين نظرا لثقتنا في الرئيس. صافي ثالث صافي وبونيفاس اللي مشاو. شكرا لك، شكرا ابراهيم. ابراهيم فاصل قصير، حنا شوف راه حنا رخص الفلوس يدخلوا صاحبي في الاشارات. فاصل قصير ثم نعود. كنتحدثوا على الانتقالات من مدينه برشيد ياك. بالفعل كاين نزار العثماني وكاين ايضا نور زرقان هذا مازال غادي نتواصلوا معه، حتى هو مشارك في اسبانيا الان.
نور زرقان اللي كان لعب في الدفاع الحسني الجديدي، شباب السوالم مدافع اوسط في المستوى من الشباب، من الشباب اللي تكونوا داخل الانديه وبالتالي خادوا فرصه ولعبوا في القسم الوطني الاول. الشاب نزار العثماني ولد زميلنا لاعب دولي وإطار وطني سي عبد الغني العثماني، واللي غادي يكون معنا غدا ان شاء الله هنا في التنشيط ديال الحلقه. انا كيبان لي واحد العدد ديال المدربين اللي كانوا لاعبين سابقين كانوا ولادهم، كاينين جوج ديال ولاد الطار رخلج بالفعل كان في تحت ورقه متميزين اداء بدنيا وتقنيا في مستوى الاخلاق. وكاين هاد الوليد نزار العثماني، نزار العثماني الان مشى، مادام كنتكلموا على الاحتراف وكنتكلموا على الهجره، مشى للشباب البحريني لانه هو كان بدايته في برشيد ثم الاكاديميه ديال محمد السادس دائما في المنطقه ديال برشيد، ثم فتره في الجيش الملكي، ثم الصغار ديال يوسفيه برشيد، ثم الكادي ديال الرجاء، وكانوا داو البطوله ديال العصبه، ثم ايضا فئه ديال الامل كان في نادى، وقضى واحد السنه في الراك. كيتواجد الان في البحريني، شباب البحريني. خدينا من عنده نستمعوا الى صوته، احنا سعداء باش نستمعوا الى صوته كلاعب الان من لاعبين الشباب المتميزين. نزار العثماني، سي نزار. السلام عليكم، معكم نزار العثماني من مواليد 14/5/2004، وكانت البدايه مع فريق يوسفيش برشيد، مرورا بالفئات العمريه ديال الاي 15 مع فريق يوسفيش برشيد والاي 17، قدرت نمشي لفريق الرجاء البيضاوي ونحتل معهم المرتبه الاولى وناخذ البكالوري ديالي في ذاك العام. اما من بعد الرجاء البيضاوي فقدرت نرجع ليوسفيش برشيد، ولكن اي 21 كاسبوار وتمت المناداه علي التدرب مع الفريق الاول. اما من بعد فتوجه لمدينه الدار البيضاء باش لعب مع فريق الراسينغ البيضاوي، اللي خديت معاه مباريات العام اللي فات، كانت مباريات استفدت منها. اما دابا فالحمد لله انا في البحرين كنكتشف في دولة جديدة، كنكتشف في فرق جديدة، دولة جديد، والحمد لله وشكرا بزاف. نعم نزار العثماني شاب الامل، علاش ان شاء الله مستقبلا ما تكون شيء، انت من الطيور المهاجرة والعصافير النادرة اللي يمكن تعزز المنتخب الوطني المغربي. الآن كيف أنت في البلد الجديد وفي هذا الدوري البحريني؟ اليوم أنا اليوم جيت البحرين كتشاهد واحد تجربة جديدة، نعيش واحد تجربة جديدة بعد على دارنا، بعد على عائلتي، نشوفو الكرة بحالي كثيرة وبالأخص في دولة البحرين. الحمد لله من وصلت لقيت واحد الترحاب كبير، وكنبغي نشكر كلشي كاع اي واحد وقف معايا في هاد المجال اللي جيت هنايا، وخاصة الوالد ديالي اللي عاوني حتى هو وقف معايا باش ناخذ هاد الخطوة هادي، ونبغي نطلب ان شاء الله من الله تشي سير. كنبغي نشكر سي ابو السهل اللي كان ديما كيسول واقف مع الدراري اللي خارج عن المغرب باش يوصل للجمهور المغربي شنو كي غاد الامور، وكنبغي نشكرو بزاف، وكنشكرو حتى انا قبل العام اللي فات اللي كنسول على نزار اللي كان في الراك ودابا هاد العام هو في البحرين. ونتمنى الامور تكون تمشي مزيان وشكرا. شكرا، هذا واجب السي نزار، وهذه مفاجاه غنديروها للوالد ديالو، قول له يا ودي راه اتصلنا لك باش نبينوا لك على ان احنا تحنا اتصلنا بك باش نبينوا على ان راه كاين الوالد ديالك، ولكن كاين ان في الاعلام وفي الناس المتتبعين كاين الوالد ديالك، وكاين كل شيء، كل مهتم بك ايضا نزار، مهتمين بالشباب والكفاءات. وكاين هاد الصفقه اللي تكلمتي عليها سعيد صديقي يونس النجاري، كي كتبوا لنا المستمعات مساعد يقول لك على انه هداف متميز ومن الصفقات المهمة اللي وقعت عليها الرجاء في الأخير. أمبيتور ني حريفي
انتيليجون في اللاب. جا من وداد تمارا؟ كان من العريش. العريش وداد تمارا، وداد تمارا مشى الاسفي ودابا هو في الرجاء. انا البارح هذا نجا اخر في الرجاء فرحت بزاف زيد مع عمر طول القامه ديالو ودوفون البيت ما تيزرمش، يعني عنده واحد موهبه جميله. مرحبا به في الرجاء ان شاء الله. ان شاء الله كان حتى رفقه اولمبيك اسفي قدم مستويات كبيره، مستويات مزيانه. دابا اخر انتدابات فريق الرجاء كان يوم امس، هو اول امس الخميس، يونسر نجاري مهاجم بن طراز الرافع. نعم سي احمد نجاح مرحبا بك. مرحبا سي محمد وسي سعيد وسي ابراهيم. صوتك ما كيوصلش مزيان من بني ملال، بقى معايا بقى معايا بقى معايا، راه صوتك ما كيوصلش فيه تشويش، وحنا بغينا الافكار وبغينا الاراء توصل تكون واكثر وضوح. الان البطوله ديالتنا ما بقاش كتعطي نجوم، بغينا نجوم يبانوا، كاين شي لعاب تيكون مختص في شي حاجه. سعيد صديقي بالبتي بون، داك اللاعب الطري الجميل ديالو بودربالا لحدا مراوغات العناوي، واحد العدد ديال البرنس لاعبين مميزين، شي واحد عاد كل لاعب. واش تذكر اصابه سجلتها بورجونتي في الكابون هي اللي بدينا كوب دافريك، اصابه اللي من دوزيام تيران ديالنا تعطى ليا فوزي قدميريك، درت كونترول باس عطيت باس مديح مديح مشى بلونجا ورد ليا روتري ولعبتها فوق من فوق 18 متر بحال البينالتي، وهذيك اصابه باقا ليا بالذاكره ديالي. يعني من ابار لي بيتي بون، كنا حنا كانت عندنا واحد الميزه، كنا سباقين للكره، كنعرفوا نقلعوها، كنعرفوا ما نخسروها، تحتفظوا بها، تحتفظوا بها. يعني هاد لا بوزيسيون اللي كيدير دابا غوارديولو حنا درناها في واحد الوقيته زمان، اللي بعد اللعابه اللي الاداء ديك الرسمه ديالو باش ما نساتها. نعم الكره عطاتنا ايضا احمد نجاح في زمانه. سيدي احمد مرحبا. سي محمد سي عبد الرحيم مرحبا. سعيد سعيد كاع تكلمتوا عليه تفرجتوا فيه، انا راه لعب عندي سي محمد. لعبت عندك لا يخطيك لعب عندي انا مدرب ديالو. والشرف ليا ان شاء الله، ليا الشرف كان ليا. لا 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 سعيد سعيد كل خير، وداك الشيء كاع اللي قالوا والله الا كاينوا بدون ربي يخليك اسدي احمد. وكما قال لك كما قال ابراهيم سي محمد ابو السال كيجيب لنا ديما شي حاجه زوينه والله. السي احمد، السي احمد دابا واش غير كبير هو كبير حدايا انا. السي احمد الميني فوت كرة قدم داخل القاعة، كيف كتشوف المباراة القادمة والقادم أيضا اللي كينتظرنا في أوزبكستان ثم الميركاتو، هادو جوج ديال الأسئلة سيدي أحمد. المباراة القادمة سي محمد أنا عجبني واحد التصريح اليوم تاع دقيق، أنا تنخدم باش نكون الأول تاع المجموعة. معناها انه ان شاء الله يعني السيد عطانا واحد الامال بان حيك هو شايف وما دام قال اني غادي بغيت نكون انا الاول ديال المجموعه، معناها انه ان شاء الله المباراه الجايه حتى هي غادي نفوزوا فيها. هذا من ناحيه والحمد لله ما نتائج. واخا كاين الفريق، كاين عناصر اساسيه، عناصر كبيره بحال بلال البقالي اللي تيبقى، يعني كيف قال عمر شباك عقل مدبر لانه مؤثر وسط الفرقه، ايضا الهداف يوسف جواد، وتزاد عليهم الادريسي، ايضا بوريط اللي كنتمناو انه يكون حاضر غدا. الحمد لله رغم كل شيء، انما الحمد لله الحاضرون ما قصروا، داروا البرود سته بالاربعه، يعني الحمد لله ما الدراري كلهم راه مستوى واحد تقريبا، والمغرب لاعب يعني بمن حضر، والنتائج جد 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 مهمه، وان شاء الله كما قال دقيق المباراه الجايه تخلينا يعني نكونوا اول المجموعه، وجايات ان شاء الله احسن مره يعني باش ندخلوا المباراه تاع التصفيه الاخرى. اكيد اكيد احنا راه قلت لك محمد السنه هذه ان شاء الله غادي نكونوا من المتوجين يعني ضروري ان شاء الله. يعني بالنسبه للميركاتو غادي نحيدوا من ديك المرتبه السادسه باش كاين احنا عالميا ان شاء الله، على الاقل على الاقل الثانيه الثالثه الاول ان شاء الله. الميركاتو كيبان على ان السوق ما فيهش شي اثمنه، وكنتمناو ان الانديه تعلن على الاثمنه، علاش ما تعلنش على الصفقات؟ حيك سي محمد ما كاينش اثمنه، حيك بصراحه بصراحه ما كاينش لاعبين داك اللي كان من زمان،
اللاعبين كلهم احنا شنو مباريته امس يعني رم تلقوا فعلا ما بصراحه بصراحه واش هادي هي الوجاد واش هادي يعني شي حوايج. وبعد انه الفرق كلها استطعت اكثر الفرق انها ترفع المنع بالنسبه للفرق الدرجه الثانيه. عبد الرحيم راه شفنا احنا بني من اللي رفعنا المنع اخر دقيقه الحمد لله راه اخر دقيقه. لا سي احمد المنع المنع الدولي لانه دابا دوك تسعه اللاعبين راه ولاو اهلين. دابا المنع الدولي دابا هو قال لك انت هذاك اللاعب الايفواري محمد غيان هو اللي كان توصلوا. لا الحمد لله غير كما قلت لك سابقا سي محمد فرق الدرجه الثانيه المفروض ان كان عندهم وقت كثير لاعداد الانتدابات المباريات الوديه لان كان غادي يبداو في الشهر الماضي بحال الدرجه الاولى الاحترافيه وتاخروا دابا عندهم وقت لعبوا مباريات وديه كفايه. شاف المدربين شافوا اللاعبين ديالهم اكثر من ثلاث اربع خمس مرات مباريات وديه. اذا ان شاء الله تنتمنى وان القسم الاول هذه السنه يكون رغم انه انا تنقول ما كاين تفرق لان بصراحه تنشوفوا مباريات تاع القسم الاول صراحه تنقول فعلا بحال البارح مباراه الوداد مع التوالده لا يمكن تعبير. نعم السيدي احمد راه غدا غادي نقلوا للمباراه ان شاء الله هنا غادي نتبعوا المقابله ديال المغرب والبورتو والدليل وكاين تكلمنا على بركان بركان لان من اكثر من عن 5 6 7 سنوات ما عمرنا سمعنا ان بركان عندها ريتيج ولا عندها اضرار. راه دوال راه بغينا كاع الفرق يكونوا بحال هكا هادشي اللي بغينا. هو حاجه اللي بغيت نسولك تما تكلمتوا على كاس العالم قبيله مع ادريسي كان زمان كنتكلموا ان غادي يكون جسر كاين هذاك كيقول لك واحد الطريق اللي غادي يربط بين اوروبا وافريقيا وغادي يسهل هذاك تنقل. هذا كله كان تحدثوا عليه وكان جلالة الملك كله يعني تكلم على الالتزامات ديال المغرب بكل الأمور اللي يمكن لها تخدم هذا كأس العالم المشترك. شكرا لك سيدي أحمد نجاح. نلتقي غدا نمشيو الفاصل قصير ثم ناخذ معنا مستمعاتنا ومستمعينا في هذه نصف ساعة المتبقية من عمر برنامج من الملاعب الرياضية واتير إذاعة أم أف أم. مرحبا مستمعاتي مستمعي الكرام معنا بالاستوديو الاطار الوطني واللاعب الدولي سعيد الصديقي وزميلي الاعلامي عبد الرحيم فاكر معايا ايضا انتم. البدايه تكون من بنقرير وناخذ معنا السي سعيد القاعدي. السي سعيد اهلا بك. سيدي محمد وشكرا للحضور وعلى الضيف ديالك وكان وعدتينا بأنك جيبينا الأهرامات. لا يخطيك هذه كتمتاز بها أسيدي محمد الواجب المؤرخ الرياضي إلى كان الحسن الثاني الله يرحمه كان عنده المرحوم عبد الوهاب بن منصور فالحاج كمال الحلوب عنده الأستاذ سي محمد أبو السيد ونعم الأستاذ اللي كاين أسيدي محمد. أنا ما غادي نضيف حتى حاجة. عندي واحد الرسالة لرئيس الجامعة باش يمشي يأذر السي الحاج الدقيق حنا بغينا الكاس ما كاين لا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. وبعد الحمد لله على السلامه بعد انه راه وقعت له حادثه سير ولكن الحمد لله على السلامه ولكن انا بغيتو يكون تما باش الحاج يجيب لكم وشكرا. يا الله سيدي الحاج هذا الحاج نمشيو لتفراوت نمشيو لتفراوت عند سيدي محمد. سي محمد اخو ابو سعد مرحبا سيدي محمد. كي داير اخو سعيد الصديق؟ مرحبا سيدي محمد. لا يخطيك استاذ انا ماليا ما تظنوا اخو ولد العام فينا ماليا. لا يخطيك لا تظنوا اظنوا لقيت صوب دابا غادي يولي مزيان. كي داير اخو فكير؟ لاباس خويا سي محمد الله يحفظك الله يطول عمرك مرحبا. باقي البارات تزعزعوا اللي ضرب هذاك سعيد الصديق باقي وين جوج لقطات اخواتي اخويا ابو شاه مرحبا. النقطه الاولى راك عزيز وتنعتبرك الاب الثاني الله يحفظك وما غتفرق لا معاك الى الموت. الله يجزيك الله يطول في عمر الجميع طول عمر الجميع. قالت فيا واحد النقطه واحد المستمع الا ما كانش الذاكره خانتني من هذا الحد واقيلا قال لك اللي تيتصلوا السبت والحد
ديما ما مربين شحال مربين الحمد لله. لا مربي قال اللي كيتصل مربي في ديتي صلة الرحيم مربي الولاء اللي ما فيه. كنشكرك كنشكرك وقفتي على كان معلوم نوقف عليها نوقف عليها لاننا الدور ديالنا انا مسؤول على اللونطين انا خصني. والنقطه الثالثه اخويا ابو اخويا ابو الشهر اللي تيش ديالنا باقي راه باقي معلق بينو وبينك حنايا. لا صافي غادي نديرو 45 دقيقه ان شاء الله. انت فهمتيني صافي كاين شنو فهمت قال لك الفتره ديال المستمعين زيدوا فيها ما خلاش الساعه اكزاكتو. الله يخلي لك وليداتك. الله يخليك الله يخلينا لبعضياتنا. شكرا شكرا. نواصلوا استقبال المكالمات. السي عزيز من سيدي بنور حياك الله اخي الكريم الهرم وقاموس الصحفيين. مرحبا الله يجزيك بخير. كنتشرف اليوم انني كان عندي الحظ انني توفق. احنا اللي عندنا الحظ انك انت تتواصل معنا. صديق البرنامج وصديق الاذاعه لكافه العاملين فيها دائما كنتواصل معهم وكنحييك دائما. الله يجزيك بخير. معتز بك. الله يجزيك بخير والله يقويك والله يحميك ويعافيك ويخليك لنا دخرا ان شاء الله. امين امين يا ربي شكرا. الله يخلي الجميع يا اخي. الله يجزيك بخير. المهم كنبغي نوجه واحد المهم بالنسبه الفريق الوطني ديال داخل القاعة ديال مزيد من التألق وإن شاء الله توفق غدا إن شاء الله. بغيت نثير واحد النقطة الله يجازيك بخير بخصوص هاد الظاهرة ديال الويكلو لهاد اللاعب بدون جمهور. نعم المستمعين والمتتبعين المغاربة والجمهور راهدكي الله يجازيك بخير. وحنا كنعرفوا بأن كرة القدم روحها والاستمرار اي فريق باش يكون عايش وباش تكون عنده الروح راه الروح في الجمهور والاستمراريه في الجمهور وما يخدم كره القدم واي فريق هو الجمهور. ما بغيتش ما فهمتش المهم انا رايي المتواضع اننا كنتخفاو وراء يعني هذه الظاهره اللي كنسميوها احنا امنيه ولا سبب امني وما كيكونش واحد الوضوح في اتخاذ القرارات ولا مقاربه يعني اعلاميه واضحه الاسباب. وكنحس بان يعني راه وسجل هذا الكلام ديالي راه لبقات هذه الامور هكا غدا مع شي فرق. هذه الفرق اللي غتبقى تعاني خصوصا اللي كتعاني من الميدان ديالها ومثلا اللي كيهمني انا وفريقي اللي كيمثل دوك على الزمامره اكيد راه غنصيبوهم يعني في المراتب الاخيره او مهددين بالنزول او من النادي. دابا قلتي لي على انك انت من الفريق ديالك ونهضه الزمامره. راه ماشي نهضه الزمامره راه هو قرار عاملي السيد عامل العماله ديال سيدي بنور هو اللي صدر هذاك القرار ولكن راه هو معلل الزمامره تحت سيدي بنور راه معلل لان انا غدا راه غادي نجيب غدا نقرا لك انا حتى القرار كله كيفاش جا الاجتماع التنسيقي والاجتماع ديال مع الامنيين والاجتماع مع الممثلين ديال نجيب واحد شويه الراي وغتفهمني انا اللي انا كمتتبع ورايي المتواضع انني نبغي مثلا هاد المقاربه الامنيه اللي كنشوفوها احنا راه امنيه ولا شي حاجه الى متى وليست وما غتاديش النجاح. ودوك العناصر اللي غنقولوا احنا غيكونوا يديروا شغاب ولا شي حاجه هما قله وبالعكس احنا بهاد الطرق هكا وبهاد المقاربه الامنيه كاننا كناكدوا فشلنا وبانهم وقت اللي غيتمنح الفرصه للجمهور غيزيدوا يديروا شغب اكثر. ولكن دابا شوف انا غنحي لك على شيء اخر هو حتى ان دابا الجمهور ما حضرش ولكن الناس اللي حضروا تما راه وقع واحد الاحتكاك. هذوك 20 اللي جايب معاه الدفاع الحسني الجديدي تيقول لك على انهم لقاو المنع تما اللي منعهم تيقول لك ها علاش منعتهم هو تحول هذا الدخول الى الملعب تحول الى ملف هو مطروح الان فوق الطاولات. هذا سي ابو السهل الله يرضي عليك ربما هذه المسائل من اللي كتكون الخلفيه ديالها اخرى كتشعب منها حيثيات أكيد اخرى. اكيد نعم هذيك الحيثيات اللي كتشعب ماشي هي الاساس كتولد. لذلك راه كنشوفوا هذا المنع حتى على فرق اخرى وهذيك الفرق ما من اللي كتلعب في كازا مثلا الوداد البارح مع سميتو ولكن فاش كتلعب مع كازا ما كاينش المنع. إذا أنا كنبغي نقول المقاربة الأمنية أنها تكون أننا نخولوا لهاد الرجال الأمن واحد المتطلبات مادية من طرف الفرق نيت فهمتي باش يكرسوا المهام ديالهم ويكون واحد القيام على حساب ما يرام أو نفتحوا مجال شركات خاصة أو نعم عرفت نعم نعم خويا هذا ماشي صافي. المهم نحميو كرة القدم بالجمهور رسالتك ما يكونش دفاعا عن الجمهور. الجمهور هو رأس المال ديال الأندية وديال الرياضة الوطنية.
الجمهور المسيرون واللاعبون وهذا يتبدلون ولكن الجمهور تبقى قائم. ونتمنوا الان ان شاء الله بغينا الرياضه تمارس ولكن في من في فضاءات امنه اكثر امن. شكرا لك خويا. وغادي من سيدي بنور غنمشيو للقنيطره عند سي محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سي محمد ابو حميدات. عليكم السلام خويا. تحياتي ليك وتحياتي لسي عبد الرحيم. مرحبا سي محمد. وتحياتي واحتراماتي للاعب الدولي الا هو سي سعيد. لا لا يخطيك سي الحقيقه رحنا متبعين هذا السي اللي والله لا لا يخطيك استاذ لا يخطيك سعيد ممتع سعيد. سعيد ما بغاش يمارس غير الكره ككره بغى يمارسها كطرب. وا سيدي محمد يدير فيها الطرب هو. وا سيدي محمد نعم. هذا الاسبوع اللي فات كنت في الجديده وواحد ويدادي ايوا عرفت الله قال لي يا ابو حميدات ردات لك الرجاء الدولي كم واحد الكاس. قلت لي بالدو باللعب يمكن لعبوا الدو وانا ما بقايش عاقل على هذا الكاس يمكن في الثمانيه ديال القنيطره ولا ديال النهضه القنيطريه. ديال النهضه القنيطريه 82 82 ديال النهائي ديال كاس النهائي كاس العرش 82 نعم. كانت واقله النهضه ماركات انا ما بقايش عاقل بزاف ماركات هي الاولى وترفض واحد واحد كما نقولوا واحد البيك. المهم ولكن راه المشكل ديك الساعه المشكل واقيلا ما جابوش الفار داك النهار. لا ما كاينش الفار. لا هي ما داخلاش الكره هي ما داخلاش ما داخلاش ما ديال عبد الله عجان ما داخلاش. بغيت نضحك شويه مع الاخ سعيد اللي كنعرفو كويري. لا لا يخطيك استاذ دوز الكره ماشي عزمك في سمعني انا ولا هو ما كيعرفنيش وانا كنتبعو في الشاشه وعارفه. القنيطره دوزات الكواريه كبيره هذيك كيقول لها لانتيبيكا لانتيبيكا. واسي سعيد أستاذ سعيد مرحبا. الكاك واش باقى عارف الكاك؟ لا لا الكاك الكاك واحد الماتش لعبنا ربحنا بواحد زيرو في قنيطرة سجلت عبد ربي الضعيف بواحد زيرو وجينا لعبنا معاهم في الروتور لعبوا معنا لا كوب في واحد لقيتها شي 10 دقائق ما خديناهاش حنا ولا دورمي كي انسيسي قلنا ما تضيعوهاش لقاش ضيعتوها راه ما تاخذوهاش من عندهم. وفعلا لا ميم شوز شدينا حنا واحد 10 مينوت ولا 15 مينوت ما خداوهاش. كانت هذيك الاستحواذ اللي كيهضروا عليه دابا في الكره الاوروبيه ديال غوارديولا هما كيشدوها وحنا كنشدوها هذاك هو الكلاسيكو اللي كان فري كلاسيكو دابا ديك الساعه مع احتراماتي للجيش الملكي بتاريخه وبكل شيء. هو كان هو رجا كاك وكاك رجا ملي كتلعب في كازا ولا كتلعب في الملعب ببلدي قنيطره كان موند فو يعني كانت يعني هذيك المدينه كتبقى الباركينغ واخيرا حتى الغابه. واحد جا المدرب بوشعيب الغالمي الله يرحمه الله يرحمه كان معاهم جابوا الوالد ديال دومو جابوا الحصه التدريبيه ما لقاش اللاعبين قال لي فين هما اللاعبين قال لي كلهم استدعوا من الفريق الوطني. كل شيء مشى اللي كيبان سكنا فيك الله الله يرحمه الله يرحمه سي سمعان دومو. نعم واحد النقطه سيدي محمد مرحبا. المهم انا كنتمنى الامنيه ديالي كل واحد مغربي عنده امنيه ديالو الا هو فريق الوطني داخل القاعه. انا اللي حقيقه كنتمنى من هاد الفرقه او كنتمنى الفرقه ديالنا تمشي بعيد ولو حقيقه ملي داز الدور الثاني هذا راه ربح كبير وكبير جدا. وانا ما كندافعش على المدرب على هشام الدكي ولكن صراحه الخدمه ديالو هي اللي كدافع عليه. السيد كيعرف ما يدير سيد مدرب ديال بصح مدرب اللي حقيقه ولو الفريق كيكون خاسر كيربح علاش بالمجهودات ديالو بالمجهودات ديال اللعابه المجهود الفكري ها نعم المجهود الفكري يا خبير تمام الله يرضى عليك. نعم المهم الامنيه ديالنا هي يجيب لنا الكاس او لما جابش الكاس مثلا نصف النهايه مهم كنبغيو المغاربه دائما ونجيبوا الكاس علاش لا خصنا نجيبوا الكاس في الكاس لا بغينا نهضروا كاس ديال افريقيا ولا كاس بعد منا بزاف صراحه. حنا دوله اللي عندنا كره دوله اللي كتعرف الكره دوله ولكن هي دابا 2025 غادي تكون في المغرب مره ثانيه من بعد 88 ولكن سيدي محمد اسمح لي انا عارف ولكن انا كنتخوف انا ما كنتخوف من اللعابه ديالنا علاش عندنا لعابه اكثر الفريق الثاني والله الا فريق زعما
كنتمناو من الله سبحانه وتعالى هذه 25 يولي عندنا الثاني كان ان شاء الله نخويو. تبارك الله على سيدي محمد وحميد. ان شاء الله ناخذ السي خالد من وجده. السلام عليكم اخي ابو السهل. سي سعيد الصديقي خويا مرحبا. السي خالد خويا ابو السهل، الماتش نتاع غدوه لافيس نتاع 8 و9 و10 ما كايناش، هذا راه ابطال العالم يعني خصنا نلعبوا باقتدار. الا ربحنا بواحد ولا جوج لواحد كان بها، ما ربحناش غير هذا هو اللي خاص دابا الناس ولفنا ولفنا ست راه كنا راه انتصر ماشي على 8، انتصرنا على الصومال في السعوديه ب 16-0. عرفتي شناهي 16؟ دروك صوالح كتختلف اخويا صوالح صوالح. لا لا شوف تلا ما ربحناش غير ما يكونوش عندنا لي بليسير، لان باش نجيو لدور الكمون نكونو شويه، لان ظل الغيابات اللي عندنا سي بلال ويوسف جواد يعني صوالح غادي تكون شويه معقده، وحنا بغينا المنتخب يوصل مراحل المنتخب نتفائلوا ان شاء الله تفاؤل للكاس. وبالنسبه للبطوله نتاعنا احترافيه بالمقارنه مع الناس نتاع تشوالهاك، هما في العصبة راهم داروا جوج تاع الخسارات خارج الميدان، حنا راهنا درنا تعادلات. شباب بلوز بعد خسرت مع الجمارك البوركينابي، نعم. مولودية الجزائر خسرت مع الملعب التونسي 1-0 1-0، ولكن شباب بلوز البارحة راه توفقت ودازت وعاد غادي نشوفوا لهم مولودية. وحنا الفرق نتاعنا لا الرجاء ولا الجيش نخاف عليهم، لأن داروا نتائج إيجابية ونطلبوا لهم المزيد وحد موفق الجميع. شكرا. ان شاء الله. بارك الله عليك خويا، شكرا. غنمشيو للسلا ناخذ السي صديق صديقنا. الله يحفظك السي ابو السهل. شكرا وتحيه ليك وتحيه للهرم ديالنا السي سعد. الله يخطيك السي صديق. انت راه خصائي وتولي الكنيه ديالي خصنائي. اخويا السعيد وحبيبي والله العظيم لما كنعترفوا بك باحسن المزارعين. لا يخطيك دوك الناس ديال الذهب وديال المعدن الثمين. كثر خيرك الله يجزيك. دخلنا واحد المتاهات دابا ديك 7 ايام بالباكور احتراف والهضر الاموال الطائله وما كاين حتى سمنتوج والو غير البروتوكول الخاوي. اسمح لي بهذا المفهوم هذا، انتوما راه بقيتوا في التاريخ. دابا التاريخ ديال الكره انقسم لجوج جهات، جي النصف ديالكم نتوما اللي واعرين والنصف الثاني ديال البروتوكولات، ما عدا الجهه ديال السونتر اللي صايبنا صاحب الجلاله الله ينصرو. واللي بغيت نقول لك ثاني سي 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 الدقيق ما يضغطوش عليه بزاف. هذا هو اللي بغيناه صح احترموه. لان هذا راه كاس العالم اصاحبي. لا لا حتى دابا اللي عمره ما عرق وعرق الفيطمه وبغينا كاس العالم. نجيب لكم كاس العالم. يبقى السي الحاج الدقيق ليجوند ليجوند في المغرب، يبقى فوق راسنا. وهاد الناس كلشي كيسهل وراه عمره سبعات الالقاب دابا سبعات الالقاب دابا. وقلت لك راه البالون عمره ما نفخوه كيقول لك جيبنا الكاس. والله العظيم راه هذيك راه غير ملي لا ما تقلق. شوف انت معاه وحنا كنا معاه. شكرا لك الصديق. اخر مكالمه من اكادير السي رضوان. السي رضوان اخر مكالمه ونمشيو للمباريات. بالفعل استاذ السي محمد ابو السال، البطوله الوطنيه جوج تعادلات اليوم غنشوفوا شي ربح. اليوم امس اتحاد تورقة تعادل مع الوداد الرياضي باصابه في كل شبكه، نفس النتيجه في لقاء المغرب التطواني امام المغرب الفاسي مع ضياع ضربتي جزاء لفريق المغرب الفاسي. اليوم انطلاقا من الساعه 6 حسين تكادير غادي يستقبل نهضه الزمامره، غدا الاحد انطلاقا من الساعه 4 النادي المكناسي شباب السوالم، والساعه 6 شباب المحمديه اولمبيك اسفي. فيما يخص عصبه الابطال الافريقيه، اليوم بالملعب العربي الزوري انطلاقا من الساعه 8 فريق الرجاء الرياضي غادي يستقبل سامارتاكس الغاني. لقاء الذهاب كان تاب اصابتين بكل شبكه، فرصه كبيره لفريق الرجاء الرياضي من اجل المرور لدور المجموعات. كنتمنوا المسانده كنتمنوا الدعم من الجماهير الرجاويه. غدا الاحد نفس الشيء في بالنسبه لملعب مولاي الحسن، فريق الجيش الملكي غادي يستقبل المريخ السيدواني انطلاقا من الساعه 7. فريق الجيش تعادل امام المريخ السوداني بالسودان اصابتين في كل شبكه، وقدم الشوط الثاني في المستوى في لقاء الذهاب. غدا الدعم ديال الجماهير العسكريه غادي يكون ان شاء الله من اجل مشاهده فريقين مغربيين في دور المجموعات، بعد ما تاهل فريق نادي بركان عن كاس الاتحاد الافريقي لدور المجموعات خاصه بكاس الاتحاد الافريقي. نعم في اطار هذا التنقل ديال الجمهور، السي حسن مرزاق تيصيفط لنا رساله تيقول لك من الافضل
أن يمنع التنقل الجماعي للجماهير والقيام بحملة تحسيسية على الصعيد الوطني لتفادي الصراعات والخصومات بين الجماهير الرياضية. دابا راه ماشي هادشي تيوقع غير في ساعة ونص ديال المباراة، من وراها راه من وراها في الأحياء، وهادشي ولا كيأثر، هادشي ولا خطير. ملي كنخرجوا من الملعب القانون 09-09 فيه كل شيء اللي تيتحدث على الشباب، إلا مدخل معك شي آلة مؤدية وشي حاجة وشي هذا كله تيمنع الصراخ تيمنع، ولكن ملي كتخرج كيولي الحياة العادية، داك إجرام كيوقع في الشارع. كيمشي واحد خمسة ستة كيمشي وكيضربوا واحد وتعدوا عليه، راه ما يمكنش. كاين مبادرة من جمعية العائلة الودادية، جمعية العائلة الودادية اللي كيترأسها السي سعيد رؤوف، هذا واحد من الجمهور ديال الوداد، وراه حاضر معهم حتى السي العثماني اليوم. مشاو المنطقة ديال الدروة، ومشاو مدرسة موالين الدروة، هي مجموعة مدارس موالين الدروة تابعة للمديرية ديال إقليم برشيد تابعة لجماعة ولاد زيان. مشاو باش يفرقوا لي كارطابل، واللي كارطابل فيهم الأدوات، فيهم هادو جمهور ديال الوداد، خداو هاد المبادرة مع السي سعيد رؤوف جمعية العائلة الودادية، وتفكروا مشاو لهاد المدارس تيوزعوا. احنا كان منذ لحظات كنا اتصلنا حتى بالمدير ديال المؤسسة، قلنا له، قال لك ودي داك الشيء راه، قال لك راه كيفاش الرياضة فيها، الرياضة هي اللي فيها التآخي والتآزر والمحبة والتسامح، التسامح والروح الرياضية العالية والتفكير في الآخرين. اكزاكتو، هذا هو المهم، جميل هو التفكير في الآخرين. هذا ماشي بنادم تتيمرض عاد باش كنمشي نقلب عليه، لا لا، بحال دابا مشكورين على جمعية الصحافة المغربية على 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 يفكروا وكيدعيوا بالشفاء. كان عند السي بلعيد بويميد، كنمشيو عنده يومين، انا ازوره يومين، انا والسي القرقاعي عبد الله وزار كريم ادبيهي، واحد العدد ديال الاصدقاء اللي كيمشيو تما يوميا. مشى ايضا الاستاذ ابراهيم اوزيك، واحد العدد ديال الشخصيات لا في القضاء لا كل شيء مشاو كيزور. ولكن اللي كان مهم جدا وعنده واحد الدلالة وخاصنا نقراوه مزيان، الإعلامي كيساهم بالرأي والضمير، وكيساهم بالكتابة بالقلم والكتابة بالصوت، ولكن عندما سقط بالعيد كانت واحد المبادرة مهمة، كيف تصارع الجمهور باش يعطي الدم. والدم من أعظم الصدقات، بيان سور. إذن هذا شيء رائع في مغرب جميل، ومغرب يعني رائع. والرجل يرقد الآن كيصارع الألم متشبث بالحياة، ولكن كيفاش لقى على أن جماهير وعلى أن متتبعين وأصدقاء وكل شيء، لدرجة أنه اللي عنده فائض ديال الدم. ما جاوش بغاو يقولوا لي نعاونوك نخلصوا لك، لا، راه عنده داكشي كله، ما محتاج حتى لحاجه، عنده لاسيرونس ديالو مع الزوجه ديالو مع هذا. ولكن عندما فكر الجمهور ان يقدم الدم، هذا رساله انا كنوجهها، وانا هكذا كتبان ليا، كنقول حنا كنمشيو كنشوفوا كنوقفوا اللي كان، ولكن الجمهور الرياضي راه جمهور خصنا نحترموه وخصنا نقدروه. الان عندما سقط بالعيد بويميد اللي دوز أحد 50 سنة في الكاريكاتير في الرأي وفي كذا، هو الآن يرقد. أنا للأمانة ديبلاسمو باقي لي بين عيني ديال الهولندية بأمستردام، هو طالع هو الصديق الشرقاوي طبيب الأسنان ديال الرجاء، وغادين وغادي معنا العسكي، كان معنا حرم الله مدرب، وهبط هبطنا في المطار في أمستردام، أعطاني كاريكاتير ديالي وديال دولمي وديال بقار الله الحموم. انا بقى عندي الان كاريكاتير ديالو، احنا ثلاثه رسمنا وطننا، لانه هو شوف ملي كيكون معاك كيدير هكا كيشوف هو كيكون معاك ويدو خدامه مع مرو، هو صديق ديال الكتاب، صديق ديال ثلاث سوايع ونص ديال الفول. هبطنا عطانا بالعيد، كنتمنوا لك الشفاء العاجل، تكون بخير وعلى خير. بالامس القريب هذو راه قامات كنودعوهم. الان من يعوض جمال براوي؟ من يعوض
ملي كنتكلموا على الصحافه الرياضيه كنتكلموا على احمد الصبري ديال لوبينيو نجيب السلمي الله يشافيه هرام راه باقي الان وهو يعني عيا ومازال كيكتب ومازال كيعطي الكتابات ديالو في المجله ديال الشالنج رائع داكشي ما يكتبوه هذا الرجل زيد الناس اللي مشاو قد ميريكن قد ميريكن قد ميريكن عرفتي ابو عباد الله والاخر اللي كان في الماتان اسمه مصطفى ابو عباد الله لا الاخر اللي كان صاحب جمال فتحي واحد كان بودار وكان احمد بالكايا انا نزيد كل شيء الله يرحم الناس ودائما ولكن هذه سنه الحياه بالامس حملنا جثامينهم الى متواهم الاخير ولكن لا زالوا راه خلاو لنا واحد يعني امانه في عنقنا احنا كنقوموا بها شهاده شهاده امام الله يعني انت الله يرحم اللي رباك لا شوف لا شوف انا اسمع سبحانه وتعالى شوف كيفاش انت كتعامل الناس انا شوف عيني دابا ترغبت كيفاش انت كنت تقلب على الناس كيفاش انت ما تفكريش السعيد راه واجب السعيد راه ما يمكنش الرجوله راه سي با دون انا ثاني كنعتني بوليداتنا ونعتني بوالدينا حنا واذا سمعت الكارير ديالنا كنجيو كنجي عندنا الملعب وكيفاش توازينا وكيفاش هذا واجب خصني نعاون وخصني نسول على وليداتكم نسول على الاصدقاء كلهم شكرا سعيد ونتمنى لك كل خير ودائما متألق ودائما حنين شكرا عبد الرحيم فاكر تكون بخير على خير شكرا شكرا مستمعاتي مستمعي الكرام لا تنسوا غدا ان شاء الله نلتقي وغادي نتابعوا ان شاء الله المقابله المغرب والبرتغال في اخر لقاء في دور ديال المجموعات كاس العالم لكره القدم داخل الصالات مباشره من اوزبكستان الى اللقاء